هي هي جزء من المدخل الثالث لبرنامج المؤتمر اللي بلش بالعام 2019 في بتجمع فنانين وناشطين ثقافيين يبحثوا في علاقات الفنون الجماليه وابعادها الفنيه وعليه تستكشف التحديثات قائمه على المطور والمتطور. يستحضر البرنامج اشكال جديده من الاهتمام اللي بتتعدى الاطر والتصنيفات المعياريه وتتطلق الى التقاطع ما بين النوع الاجتماعي والعرق والطبقه. شاكر جدار كاتب ومحرر في حبر، أنهى دراسة الماجستير في علم الاجتماع في الجامعة الأردنية في عمان، حيث درس حالة عمال مياومة في القطاع العام الأردني. والدكتورة سارة عباب أستاذة مساعدة وباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وهي رئيسة وحدة الدراسات السياسية والاجتماعية. حصلت عبابنا على شهادة الدكتوراه في السياسة والعلاقات الدولية من كلية سانت أنتوني في جامعة أوكسفورد في العام 2010، حيث كتبت حول النساء الإسلاميات في حركة حماس في فلسطين المحتلة وجبهة العمل الإسلامي في لندن. كانت زميلة كارنيكي في معهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا في عام 2016. تركز أبحاث عبابنا على الطبقة والنوع الاجتماعي والعادات الاجتماعية والسيادة الاقتصادية. لها أبحاث ومقالات منشورة عن إسلاميات في حماس في فلسطين المحتلة وجبهة العمل الإسلامي في الأردن. وقد عملت ايضا على تعديل قانون الاحوال الشخصيه. كتبت مؤخرا حول مشاركه النساء في حركه عمال المياومه والاحتجاجات الشعبيه في الاردن خلال الاعوام 2011 2012 و2018. يكون في وقت للسؤال والجواب في اخر المحاضره، فبكون عظيم اذا بنترك الاسئله للاخر، وبتمنى انكم تستمتعوا في هذه المحاضره وشكرا مره ثانيه. مرحبا، شكرا كثير انكم اجيتوا ومتاسفه على التاخير. انا كنت حاسبه 45 دقيقه من الجامعه الاردنيه، بس بجوز بهاي الفتره كان المفروض الواحد يحسب شوي اكثر. اليوم بدنا انا وشاكر نحكي عن كيف نقدر نفهم قضايا المراه بمفهوم تقاطعي. رح اشرح شو معنى مفهوم تقاطعي كمان شوي. السؤال البحثي اللي بدي اتطرق له اليوم هون هو انه بالرغم من انه كان في كثير نساء كانوا موجودات في الحراك الشعبي الأردني 2011-2012، هذا الحكي ما كان معناه أنه صار في طرح لقضايا المرأة. إذن لماذا لم تتم طرح قضايا المرأة بالرغم من وجود النساء؟ ولماذا لم يتم ربط قضايا المرأة بالقضايا الشعبية؟ إيش بدي أعمل اليوم؟ بدي أول إشي أشوف ايش هو تعريف قضايا المرأة، يعني لما احكي قضايا المرأة ايش عم بقصد. اثنين، ايش صار بالحراك وبالنسبة لقضايا المرأة، وايش هو الحراك النسوي الأردني، وبعدين حراك عمال مياومة كحالة، يعني بدي اشوف ليش كيف عمال مياومة كحراك عمالي معظمه من النساء، ايش المطالب اللي كانت موجوده، ليش ما شفنا هاي المطالب كقضايا نسائيه، وليش ما غيرنا مفهوم القضايا النسائيه بناء على هاي المطالب. واخر شيء بدي اشوف انه اذا هل صار في تغيير بالخطاب بال2018 بالصيف 2018 وبعد ذلك باحتجاجات المعلمين واضراب المعلمين. ايش يعني قضايا المرأة؟ احنا كلنا بنعرف هاي القضايا المرأة، بنسمعها دائما، بنسمعها بالاعلام، بنسمعها بالمنظمات حقوق المرأة. بالعادة لما نحكي قضايا المرأة احنا عم نحكي عن اربع اشياء وما لهم مش خامس. القضية الاولى هي العنف ضد المرأة، والعنف مبني على النوع الاجتماعي، بمعنى العنف على المرأة داخل بيتها، يعني ضرب الذكر للانثى داخل البيت. هذا معظم، يعني هذا بالعاده، هي هذا واحد. اثنين، تعديل التشريعات المجحفه بالنسبه للمراه، انه في تشريعات عندنا مشاكل فيها، هاي لازم نغيرها، هاي قضيه مراه. ثلاثه، التمكين السياسي للمراه بمفهومه الضيق. ايش يعني؟ انه بدنا نمكن المراه انها تدخل على البرلمان. اوكي، وقليل ما نحكي عن الأعيان، ولسه أقل ما نحكي عن الوزراء. يعني هذا هو لما نحكي تمكين سياسي. تمكين اقتصادي المرأة برضو بالمعنى الضيق،
بالتمكين الاقتصادي بمعنى انه المراه شو مع شو الها جوا بيتها، وهل هي ممكنه اقتصاديا جوا بيتها. ما عم نحكي عن تمكين اقتصادي بنيوي، وهذا زميلي شاكر رح يحكي عن الموضوع هذا، انه ايش معنى التمكين الاقتصادي وكيف بدنا نفهم التمكين الاقتصادي. فهدول الاربع اشياء لما نحكي قضايا المراه هم اللي عم نحكي عنهم. طيب خلينا نرجع على السؤال البحثي كمان مره. كان في نساء، بس من رغم من وجود النساء ما هدول أربع أشياء ما نحكى فيهم. ليش؟ وليش ما قدرنا نربط اللي عم بصير بقضايا المرأة؟ ليش ما قدرنا نعيد تعريف قضايا المرأة؟ هدول هذا السؤال. هلا هذا السؤال له جواب من جزئيتين. الجزئية الأولى هي طريقة تعريف قضايا المرأة، وهاي الجزئية رح أحكيها أحكي عنها بعدين، يعني هي رح أحكي عنها بعدين، رح بعدين أحكي شو اسمه. يعني كيف إحنا وتوصلنا لهاي القائمة، وهاي القائمة إيش الخلفيات اللي هي مبنية عليها. هذا الإشي الأول. الإشي الثاني هي أسباب تاريخية للحركات النسائية، الحركة النسائية الأردنية الموجودة، وليش الحركة النسائية الأردنية الموجودة ما كانت موجودة بال 2011-2012. يعني لما شفنا بال 2011-2012 كان في حركيات نسويات، بس بصفتهم الفردية والشخصية، والمنظمات النسوية ما كانت على الشارع. ليش هذا الحكي؟ هلا هذا له اسباب تاريخيه. السبب الرئيسي اللي بيحكوا عنه بالادبيات هو انه سياسه الدوله القامعه، انه الدوله كانت دائما بتحارب اي شيء مستقل، اي منظمه نسويه مستقله، وهذا اكيد كان جزء من المشكله. بس الشيء الثاني اللي انا بتوقع انه وانا بزعم انه هو اهم، انه هو تطور الخطاب بالنسبه لحقوق المراه بجانبه التنموي. يعني صار في خطاب حقوق المرأة هو صار خطاب تنموي، والخطاب التنموي جسد المشكلة بطريقة معينة. ما احنا عشان نتيجة لهذا التجسيد احنا مش قادرين نشوف القضايا اللي عم تصير، القضايا الشعبية اللي عم تصير كقضايا مرأة. رح اشرحه هذا شوي شوي، فما يعني اذا هلا شوي معقد رح ارد اشرحه. الإشي الأساسي فيه هو أنجزت الحركة النسوية، أنجزت هي أنجيوائزيشن، برضو رح أشرحها بالتفاصيل مملة. فهذا الإشي الأساسي إنه إحنا عشانه مش قادرين نحكي عن هدول القضايا اللي عم بتصير كقضايا مرأة، فما في لغة موجودة إحنا قادرين نحكي فيها إنه هاي التحركات هي قضايا مرأة. هلأ خليني أشرحهم شوي شوي. أوكي طيب لا قبل خلينا نرجع على السلايد الاولى. اوكي هلا اذا بنفكر، هلا زي ما حكيت الحركات النسويه ما كانت موجوده 2011-2012. اذا رحنا رجعنا على الخمسينات نتذكر من الخمسينات كان عندنا حركه نسويه فعاله جدا، نشيطه جدا، كانت ضد حلف بغداد، كانت مع القضيه الفلسطينيه، القضيه الجزائريه، كانت مع تسليح المراه. يعني عم نحكي عن حركه موجودة على الشارع، ولما صارت الأحكام العرفية الحركة النسائية تم إغلاقها كلياً وصارت ممنوعة ونزلت لإيش اسمه. فإيش صار؟ إيش الفرق بين اللي صار بالخمسينات واللي صار بال 2011-2012؟ الإشي الأساسي هلا زي ما حكيت الأدبيات معظمها بتحكي إن المشكلة كان إنه صار في قمع لهاي المؤسسات، وهذا أكيد صار في قمع، بالذات بالخمسينات بالستينات صار في قمع. وطبعاً المؤسسات النسوية كمان والمجموعات النسوية كانت متصلة بالأحزاب، وكان متصلة بالحركة الوطنية الفلسطينية، فيعني فصار في قمع على أكثر من جهة. بس الإشي الثاني اللي ما بنحكي عنه بالعادة هي إنه نفس المؤسسات النسوية صارت تشوف حالها بمنظور آخر. بالخمسينات زيها زي الحركات التحررية اللي موجودة بكل العالم كانت تشوف إنه قضية المرأة هي قضية مجتمع، هي قضية تحررية. هلا هذا الشيء تغير، وهذا الشيء تغير معظم التغيير اللي صار تغيير خطابي على المستوى المفهوم، انه انا شو شغلي كنسويه. اوله بدا بالسبعينات لما الامم المتحده اهتمت بقضايا المراه، فصارت قضيه المراه قضيه حقوقيه، حق انتخاب، حق وجود، يعني وصار تم فصل شوي 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 تم فصل قضايا المراه من القضايا الشعبيه الموجوده. اللي يعني ساهم في انه هذا الشيء يثبت اكثر هي الانجزه. انه شو معناها؟ معناها انه معظم النسويات بيشتغلوا باطار
منظمات غير ربحية أو منظمات مجتمعية. كيف يعني؟ يعني بيشتغلوا كـ NGOs. طب شو الفرق بين شغل كـ NGOs وشغل مثلاً كحزب سياسي أو منظومة من المتطوعين؟ الفرق هو لإصلاح جاد بالسياق الفلسطيني سمته الأنجزة. خلينا نقرأ التعريف شوي ونفهمه. هلأ الأنجزة أو الانجيوزيشن تعني العملية التي يتم من خلالها تحويل القضايا الشعبية إلى مشاريع. هلأ طبعاً إصلاح جاد تحكي عن هذا الإشي من السياق الفلسطيني، بس هو أنا بظن نقدر نطبقه على السياق الأردني. يعني العملية التي يتم من خلالها تحويل القضايا الشعبية إلى مشاريع، بمعزل عن السياق العام الذي يتم تنفيذها فيه، ودون الأخذ بالاعتبار في العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على هذه المشاريع. كيف يعني؟ مثلاً خلينا نعطي مثال من فلسطين، مثلاً حقوق الأطفال بفلسطين. في كتير NGOs منظمات غير ربحية مجتمعية بفلسطين تشتغل على حقوق الطفل، وبيحكوا لك إنه هدول الأطفال اللي بتم أسرهم ما بصيروا بصير نساعدهم بعد ما بتحرروا، بنساعدهم أول إشي بنحاول إنهم بتحاولوا يطلعوهم من السجون الإسرائيلية، وبعدين بيشتغلوا معاهم على البوست تروما ومش عارف شو. هنا إحنا عم نحكي كأنه في يعني كأنه من السماء فجأة لقينا أطفال عم بنحبسوا. ما عم نحكي عن منظومة كاملة، منظومة احتلالية استيطانية عم تحبس أطفال فلسطينيين عشانهم فلسطينيين. والمنظمات هاي عم تقدر تدخل بهذا السياق بدون ما تحكي بالسياسة. يعني بتقدر تحكي إنه كأنه يعني كأنه ما فيش إشي، كأنه ما فيش مشروع استيطاني. ما عم نحكي عن اقتصاد، ما عم نحكي عن سياسة، فتم نزع السياسة من اللي عم بيعملوه. هذا واحد. كما يشير إلى تحول في نشاط المرأة من التطوعية إلى الاعتماد على التمويل الأجنبي. يعني مش أنا مثلاً لقيت إنه عندي مشكلة وهاي المشكلة أنا بدي أحلها، وبلاقي في 4-5 إحنا كلنا عندنا هاي المشكلة بنروح بنحلها مع بعض. لا، باجي بلاقي في منظمة فلانية بتحكي لي تفضلي في عندك هاي المشكلة بدك تشتغلي عليها، بدك تشتغلي عليها بعتي لي السي في تبعك وخلينا نشتغل عليها. هلا هذا صار شيء ثاني، هذا صار شغل، هذا بطل قضية أنا كأهل القضية أنا عم بقودها. هناك أيضا تحول في العاملين الذين يعملون على تمكين المرأة هناك أيضا تحول في العاملين الذين يعملون على تمكين المرأة من كوادر الريف واللاجئين إلى نخب المهنيين من الطبقة الوسطى. يعني كم مرة أنا ما عم بحكي إنه نفس أهل القضية هم اللي عم بيجوا وبقودوا الحراك. أنا عم بحكي إنه أنا عندي دكتوراه من جامعة بالغرب، أحسن إشي طبعا اقتصاد بعدين علوم سياسية، يعني في أشياء معينة، وأنا بصير متخصصة وأنا بقدر أحل مشاكل تبعكم. مش لازم أكون عارفة عنكم، أنا لازم أكون عارفة، يعني بصير عندي expert knowledge، عندي تخصص بالموضوع، وهذا التخصص بأهلني إني أحل مشاكلكم. فهنا عم نحكي عن إشي تاني، عم نحكي عن نوع من إحنا عم نشوف القضية كمشكلة يعني تكنيكال، مشكلة شو اسمه، أنا بقدر أحلها بعلومي الاقتصادية الرياضياتية الحسابية. أوكي. وكمان أنا ما عم بحل المشكلة الأساسية، أنا عم بحل الآثار اللي عم تطلع عنها. يعني أنا ما عم بحل مثلا، أنا مش عم بشوف من وين جاي الجرح وعم بحاول أوقف الجرح، عم بحط عليها شوية كحول، عم بحط عليها بحاول أغطيه، بس اللي عم بضله يجرح أنا ما عم بشتغل عليه. طيب، فإذا عم نحكي هلأ عن 2011-2012، النساء الناشطات معظمهم كانوا شايفين حالهم إنهم هم عم بيشتغلوا شغل، وشغلهم مش متعارض مع النظام السياسي أو مع البنية التحتية. بالعكس، بجوز كانوا يشوفوا شغلهم متعارض مع بعض الفئات اللي طلعت على الشارع، اللي جاي من المحافظات، اللي جاي من المخيمات، اللي كانت نشاف كناس كرجال عشائريين أبويين جايين من خلفيات معينة. وهاي كمان يعني هاي بالأردن بظن مهم نحكي عنها، بس بجوز ما فيش وقت كثير هلا أحكي عنها، بس نقدر نحكي عنها بالأسئلة والأجوبة.
هلا اذا نتفرج على الحراك الشعبي الاردني، طبعا عندنا كان حراك عمالي مهم كثير بدا بال2006، اول شيء حراك عمال مياومه، حراك عمال مينا، عمال فوسفات، كان عندنا حراك المعلمين، وبعدين صار عندنا الحراك الشعبي اللي هو 2011-2012 بدا في ذيبان 7/1/2011 قبل ما تطلع مصر، لسه كانت هلا طالعه تونس. فكان يعني احنا عم نحكي عن حراك شعبي، طبعا ما كانش في الاحزاب السياسيه ما كانتش موجوده في هاي الفتره. وبعدين المرحله الثانيه طلعت الاحتجاجات، بعدين دخلت على عمان، وبعدين طلعت الاحتجاجات على المحافظات. فبكل هاي الاحتجاجات احنا بنشوف عدد كبير من النساء، بس ما عم نشوف مطالب نسائيه او مطالب لها دخل بقضايا المراه. خلينا نحكي عن حراك عمال المياومة كحالة. حراك عمال المياومة طلع من وزارة، من العاملين بالمياومة في وزارة الزراعة. هذولا هم فعلياً كانوا يحكوا إنه إحنا كفئة كطبقة عاملة إحنا مش مصنفين تحت قانون العمل والعمال، وقانون العمل والعمال إحنا ما بنخضع له. وإحنا مطلبنا الأساسي إنه إحنا نصير مصنفين ونقدر إن قانون العمل والعمال يطبق علينا، هذا هو المطلب الأساسي. يعني بدنا يكون عندنا أمان وظيفي، بدنا يكون عندنا مش إنه كل شهر ناخذ حسب أيام الشهر، عندنا عدد إجازة، عندنا إجازة طبية، الأشياء الحقوق العمالية اللي قانون العمل والعمال مفروض يضمنها. في فترة من الفترات النساء كانوا يشكلوا أغلبية العمال اللي إحنا عم نحكي عنهم، اللي بالذات من 2010 وطالع. يعني احنا لما نحكي عن الحراك هذا بال2010 وطالع احنا بنحكي عن عاملات. في 2010 هدول العاملات والعمال عملوا احتجاج، عملوا مبيت قدام الديوان الملكي. انا بوجهة نظري طريقة الاحتجاج هاي من اكثر طرق الاحتجاج ثورية في تاريخ الاردن. احنا عم نحكي عن نساء ورجال ناموا قدام الديوان الملكي مع بعض، هذول مش قرايب، معظمهم من المحافظات، معظمهم من يعني لما نشوفهم احنا بنحس حالنا يعني كعمانيات نشوف يعني هذول احنا متحررات، وهم هذول النساء والرجال ناموا قدام الديوان الملكي. بس لما نشوف المطالب ما بنشوف مطالب قضايا نسائية، ما بنشوف مطالب خاصة بالمرأة إنه مثلاً إجازة الأمومة أو لا، المطالب كانت إنه أنا المرأة عاملة المياومة وعامل المياومة بدنا نتثبت، بدنا راتب، طبعاً هم كانوا تحت الحد الأدنى للأجور، بدنا نرفع الحد الأدنى للأجور، هاي كانت مطالبهم. طيب إذن الأشياء اللي هم كانوا يدعوا يحكوا إنه بدنا إياها ما كانت مدرجة حسب قضايا المرأة. وإجا محمد سنيد اللي هو قائد حركة عمال المياومة، إجا على اجتماع كان في كثير من نسويات المجتمع المدني كانوا موجودات، وحكى لهم أنا جاي عندكم، إحنا عملنا مبيت، إحنا معظمنا نساء، تعالوا ساعدونا، اشتركوا معنا في هذا الحراك. ما حدا عبره، ما حدا حكى معاه ولا كأنه موجود، رجع طلع ولا كأنه موجود. ليش ما قدروا يشوفوا هدول النساء اللي موجودين، اللي كل صار لهم بيشتغلوا بسنين في حقوق المرأة، إنه هدول النساء اللي هو عم بيحكي عنهم برضو عم بيطالبوا بحقوقهم؟ هنا بنرجع على إنه إحنا مفهومنا لقضايا المرأة في مشكلة بالمفهوم كمفهوم، وهو إنه القضايا الموجودة هي قضايا ما بتاخد. هلا حتى لما نحكي عن قضايا المرأة بالمفرد كأنه المرأة الأردنية هي المرأة الأردنية، كأنه المرأة اللي موجودة بذيبان نفسها المرأة الموجودة بالوحدات، المرأة اللي موجودة بالوحدات اللي عمرها 80 سنة هي نفس مشاكلها المرأة اللي موجودة عمرها 15 سنة أو 16 سنة، كأنه إحنا كلنا عنا نفس المشاكل عشان إحنا نساء. يعني ما بنشوف انه وضعنا الاقتصادي الاجتماعي العمري الطبقي بيأثر علينا وعلى مشاكلنا، هذا واحد. اثنين، انه احنا لما نتفرج على القائمة هاي العنف
داخل البيت، التشريعات، التمكين السياسي، هدول المشاكل هم المشاكل اللي بيضلوا لما ما يكون في مشاكل تانية. يعني المرأة العاملة اجت حكت لهم أنا عندي مشكلة، أنا عندي مشكلة، قالوا لها هاي مش مشكلة مرأة، هاي مشكلة عمال. طب ما أنا مرأة وعاملة، طب ليش ما بقدر أشوف هدول الأشياء؟ هلا هذا طبعا احنا عندنا أمثلة بحول العالم صار فيها نفس المشكلة. بأمريكا عندنا إنه لما إجوا النساء السود للنساء البيض، لما النساء البيض حكوا إحنا عندنا بدنا ننكر المرأة، بدنا المرأة تشتغل، بدنا المرأة تطلع من إطار العائلة القامع. إجوا النساء السود على النساء البيض قالوا لهم شو بتحكوا، إحنا العمل كعمل مش إشي بمكن، إحنا اضطررنا تاريخيا إننا نشتغل أول إشي بالسخرة تحت العبودية وبعدين يعني بفتاتيت. وهاي هذا مش تمكين. لما انا انظف حمامات الناس من الصبح لليل انصاف الليالي مش عم بشوف فيها اولادي، انا مش ممكنه. فانتوا الشغل اللي عم تحكوا عنه اللي بيمكن المراه هو الشغل يعني الطبقه الوسطى وما فوق، اللي واحد الناس بيحترموه على شغل. هذا مش معظم الناس لما يشتغلوا مش هذا، مش هاي هي تجربه الشغل لهم. فانتوا لما تحكوا انه الشغل بمكن، انتوا بتاخذوا وضعكم انتوا وبتعمموه على كل النساء. فالواحد ياخذ الفئه النخبه او النخبه وانا بعمم مشاكلي عليكم كلكم، انا عشان هاي مشكلتي، هاي مشكلتك، هاي مشكلتك وهاي مشكلتك، وانا عشان انا قادره احكي، انا قادره احكي باسم الجميع. وهون هي المشكله، هون المشكله انه انا ما عم بقدر اشوف التقاطع، انا ما عم بقدر اشوف انه كيف المشاكل اللي النساء تشاركها بالمجتمعات. يعني أي مشكلة المرأة والرجل الاثنين عندهم إياها بتبطل مشكلة مرأة. يعني أهل ذيبان مثلا ما عندهم مش مي، هاي مش مشكلة مرأة، هاي مشكلة أهل ذيبان، كأنه أهل ذيبان كلهم من الذكور. وطبعا المقابل كمان بصير، يعني لما إحنا نحكي عن قضايا الوطنية اللي موجودة إحنا ما بنحكي عن تجارب النساء فيها، إحنا عم نحكي عن تجارب الرجل ومنعممها. فبصير عندنا مين اللي بيضيع بالموضوع، كيف المرأة. يعني نرجع لمثال أمريكا، مين اللي ضاع لما نحكي عن قضايا المرأة الأمريكية؟ كنا عم نحكي عن قضايا المرأة البيضاء الغنية، ولما نحكي عن قضايا السود كنا نحكي عن قضايا الرجل. فقضية المرأة السوداء الأمريكية راحت، محت، بطلت موجودة. احنا عندنا نفس الإشي، احنا عندنا المرأة الريفية او المرأة من طبقات عاملة او من المرأة من مخيمات مش موجودة. احنا لما نحكي عن قضايا الوطنية عم نحكي عن رجال، عم نحكي عن قضايا مرأة، عم نحكي عن قضايا نساء في النخبة. فالمرأة بتكون المرأة المهمشة اللي عندها تهميش اخر، مش بس تهميش مبني على النوع الاجتماعي، راحت وتجربتها احنا ما عم نستعملها. اوكي، قديش معي وقت؟ شو اسمه؟ ما بعد. اوكي، هلا عندنا هلا مرحله جديده. صار في عندنا احتجاجات بال2018، والاحتجاجات هاي كانت غير. هلا في هاي الاحتجاجات شفنا كثير، كمان مره شفنا نساء كثير، وشفنا نساء كثير من المجتمع المدني ومن منظمات حقوق المراه، معظمهم بصفاتهم الشخصيه. بس هنا احنا صار عندنا قانون الجمعيات، قانون الجمعيات طبعا احنا بنعرف انه قانون الجمعيات يمنع مؤسسات المدنيه في انها تشتغل شغل سياسي. يعني اي شيء بيعتبر شغل سياسي ما بصيرش يعملوه. فيعني هنا ما يعني ما كانش في يعني في منظمات ما قدرتش تطلع كمنظمات. بس شفنا في نساء، وشفنا في نساء قياديات طلعوا، وشفنا انه في كمان صار في محاضرات كثيره حكت عن قانون الضريبه من منظور الجندري، انه كيف المراه مثلا عم الضريبه تدفع ضريبه ما لهاش مثلا الاعفاءات الضريبيه مثلا مش زي الاعفاءات الضريبيه للرجل مثلا اذا في العائله. وصار في محاضرات كثير على هذا الموضوع. بس هل تمت جندرت الاحتجاجات، او هل تمت بالخطاب العام؟ انه شفنا الخطاب تطرق لقضايا النساء زي قضايا الرجال، هنا في سؤال. في كمان كان عندنا تويتات
مثلا زي هدول تبعون عائشة العمري، احنا بنات الفلاحات واحنا لقاطات العكوب، الاردن لينا يا نساء الوطن، اطلعي قاعدات عقلوب الحكومة على الدوار، انا بدي اجلي الجليات وراح اكون موجودة بعد الافطار. او مثلا يلي قاعدة جوا الدار نشميات على الدوار، اطلعي يا بنت عمي، مكان المرأة الاردنية في قلب الثورة، احنا مش اخوات الرجال، احنا الرجال اخواننا، موعدنا اليوم، دورك مهم زي دور اخوك. اوكي، فصار في هدول الاشياء تويتات وهيك. بس فعليا اذا ما نحكي عن هل صار في تغيير للخطاب، هل صار في نقل نوعيه، شافت القانون مثلا قانون الضريبه بمفهوم الجندري، انا بحكي لا. خلينا نشوف اضراب المعلمين بايلول 2019، هون كمان مرة شفنا تضامن كبير من مؤسسات المجتمع المدني وتضامن كبير من ناشطات نسويات. ناشطات نسويات هم اللي قادوا، فصار في كان في وثيقة المجتمع المدني قادوها، وقعوا عليها منظمات حقوق المرأة بأسمائهم مع أنهم تمشكلوا بعديها. بس كمان مرة ما صار في جندرة المطالب. احنا عم نحكي عن مش بس اضراب المعلمين، عم نحكي عن أكثر من نص معلمات. ما قدرنا نشوف إنه هاي القضية اللي هي قضية وطنية اللي صار فيها تعاطف شعبي كبير، ما قدرنا نشوفها بمنظورها الجندري، ولا المنظمات حقوق المرأة دفعت لأنه نشوفها بمنظورها الجندري. خلينا بس نشوف بالسياق العربي كيف الواحد بيقدر يجندر، مش لازم الاقي طريقه ثانيه من الحكي الجندر قضايا. مثلا في لبنان هون مكتوب العداله الاقتصاديه قضيه نسويه، وهذا إشي شاكر رح يحكي عنه كمان شوي. العداله الاقتصاديه ايش يعني؟ عداله اقتصاديه مش بس انه انا واخوي زي بعض، بس انه انا عندي عداله، عندي حق اقتصادي زي ناس من طبقات مختلفة. طبعاً صار عندنا بلبنان، في عندنا كان في مثلاً صراعنا طبقي مش طائفي، وكان في يعني إدخاء منظمات حقوق المرأة دخلت بالخطاب بزخم. طبعاً عندنا من السودان، من العراق. فخلينا نرجع خلينا نرجع للسؤال كمان مرة هلا بالخلاصة. إذا ليش ما بالرغم من إنه كان عندنا نساء موجودين 2011-2012 ما كان عندنا مطالب تحكي عن قضايا المرأة؟ السبب الأول هو إنه قضايا المرأة بمفهومها اللي إحنا هلا بنفهمه، اللي هم الأربع أشياء اللي إحنا عندنا إياها هلا، مش تقاطعية. يعني أنا هي قضايا مبنية، معظم النساء في الأردن مش هاي هي المشاكل اللي بيعانوا منها. بجوز لو نفكر بالتمكين الاقتصادي بنحكي أوكي مهمشات اقتصاديا، بس التمكين الاقتصادي اللي احنا عم نحكي عنه هون مش نفس التمكين الاقتصادي اللي هم بيحكي عنه. احنا عم نحكي عن ظلم اقتصادي بنيوي كانوا عم بيحكوا عنه، وهدول هاي القائمة ما فيها تقاطع. عشان هيك لما اجوا طلعوا الحراكيين على الشارع قالوا هدول مش قضايا مرأة، هدول قضايا شعب، قضايا الشعب ما قدرنا نشوف فيها في الخصوصيات الموجودة للمرأة. فلما نحكي عن الخطاب الموجود، الخطاب النسوي الموجود هو خطاب تنموي مؤنجز، بشوف قضايا المرأة كقضايا منزوعة من السياسة، ما بشوفوا أن مشكلة المرأة هي مشكلة بالبنى الموجودة اللي عندنا إياها، بشوفوها كقضية هي وزوجها، هي وأبوها بالبيت وفقط لا غير، ما في إشي تاني بأثر على المرأة. اللي لازم نتوصل له بوجهة نظري هو أنه نصير نشوف قضايا المرأة، نرجع نعمل نشوف القضايا المرأة كقضايا شعبية، نشعبن قضايا المرأة ونجندر القضايا الشعبية. في كاتبة اسمها جانيت هالي تحكي عن كيف بعد ما قضايا منظمات حقوق المرأة والناشطات النسويات في الأمم المتحدة
حاربوا انهم يحطوا انه تصير الاغتصاب تصير جريمه ضد الانسانيه وقدروا. فبتحكي هي في واحد من التقارير اللي صار بعد ما هذا الحكي انه بعد ما صارت الاغتصاب صار جريمه ضد الانسانيه، هذا صار تقرير عن واحده من مجازر اللي صارت في البوسنه بحق المسلمين اللي في البوسنه. فالتقرير واحده نسويه كاتبته، فبتحكي انه اخذوا مجموعه من الناس من البوسنيين المسلمين على مدرسه، دخلوا رجال على المدرسه جوا والاولاد وسكروا عليهم الباب، بعدين النساء خلوهم برا وخلوا واحد شيخ برا، جابوا بنته اغتصبوا بنته قدامه، بعدين جابوا مجموعه من الرجال 4 رجال بظن حرقوهم وقتلوهم بالحرق، وبعدين صار في اغتصاب جماعي للنساء اللي موجودين كانوا على الساحة على واللي كانوا موجودين بالمدرسة كانوا شايفين هذا الاشي. وبعدين التقرير بيخلص، فالتقرير فجانت هالي تحكي ان التقرير هذا بيخلص قبل الجريمة الكبرى اللي صارت بهذا اليوم، اللي هي انه بعدين صار في مجزرة لكل الرجال والأولاد اللي كانوا موجودين بالمدرسة. هنا لما احنا نحكي لما نفصل قضايا المرأة عن قضايا المجتمع اللي هم موجودين فيه، بصير كأنه هدول النساء هلا طبعا الاغتصاب أكيد جريمة وهي جريمة ضد الإنسانية، بس لما سألوا هدول النساء إيش أكتر إشي أسوأ إشي صار فيكم بهذا اليوم، ما حكوا إنه أسوأ إشي صار فينا هذا اليوم إنه إحنا اغتصبنا بهذا اليوم، أسوأ إشي صار بهذا اليوم إنه قتلوا نص مجتمعنا. وبعدين هم لم يغتصبوا بس عشانهم نساء، هم اغتصبوا عشانهم نساء مسلمات بوسنيات، فهذا العامل اللي أدى إلى اغتصابهم. فإحنا لما نفكر، وهذا طبعاً إحنا بنعرف نفس الحكي عن فلسطين، لما يحكوا إما يحكوا طبعاً الكيان الصهيوني أحلى ما عنده إنه يحكي عن حقوق المرأة الفلسطينية ويحكي عن إنه كيف ظلم الرجل الفلسطيني للمرأة الفلسطينية وكيف بضربها وكيف شو اسمه. هلا هذا المفهوم لحقوق المرأة اللي أنا بقدر كمستوطن أحارب لحقوق المرأة اللي أنا عم بلغي وجودها على الأرض، هذا منظوم نسوي منزوع من سياسته. يعني إحنا المشاكل اللي بتواجه النساء البوسنيات المسلمات مشكلتهم كانت قمعوا عشانهم نساء بوسنيات مسلمات، نساء بس كمان بوسنيات وكمان مسلمات. فلما بدي أحل أساعدهم أنا ما بقدر أحكي بس ما بديش ياكم تغتصبوا كأنه يعني عادي إنه يقتلوا نص مجتمعهم، لازم أربط قضايا المرأة بقضايا المجتمع وقضايا المجتمع بقضايا المرأة. وهذا اللي بظن إحنا لازم نعمله بالأردن وكمان عالميا لازم يصير على مستوى الخطاب. وهنا بوقف. مساء الخير، يعطيكم العافية. أنا راح أظن قاعد إذا سمحت. هلا هي ورطتني بمجموعة شغلات إنه أي شيء بداش تحكي عنه شاكر راح يحكي عنه، مش بالضرورة نحكي عنه، أنا راح أحكي اللي محضره. يعني باعتقادي إنه الحكي اللي حكته سارة مهم كإطار نظري عام. أنا راح أحكي أكثر، راح أركز على قضيتين محليات وراح يكون في جانب نظري من الورقة. راح أبدأ بقضية جرش، نشوف من خلالها كيف صار في تناول لهذه القضية وشو الخطابات السائدة اللي كانت تنحكى وكيف كانت من وجهة نظري هي أبعد ما تكون على الخطاب التقاطعي. الجزء الثاني راح نشوف نموذج لخطاب تقاطعي لحركة نسوية في أمريكا، والجزء الأخير هو التمكين الاقتصادي تحديدا موضوع الغارمات، كيف بفرجينا انه القضايا المرأة اليوم كيف بيتم الشغل فيها من خلال الانجوز. اذا بنتذكر في قضية جرش
كان في ثلاث خطابات، هذول مش ضروري يكون منفصلات ومش ممكن يكونوا متجمعات او اثنين من ثلاث او ثلاث من ثلاث حسب، بس انا باعتقادي كان في ثلاث خطابات رئيسية. نعم 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 قضية فاطمة. الخطاب الاول كان هو الاكثر حضورا، هو انه الثقافة المجتمعية كأصل ومسبب لكل مشاكل الكون، دون تعريف شو يعني ثقافة مجتمعية. هو شيء بنحيل عليه كل شيء، يعني من غياب الديمقراطية زي ما النظام السياسي بيحكي انه السبب انه فيش ثقافة ديمقراطية، من غياب فيش ثقافة الوضع النساء، الثقافة المجتمعية ثقافة كذا، الثقافة المجتمعية تتساهل مع العنف ضد المرأة، الثقافة المجتمعية الثقافة المجتمعية. وانا باعتقادي انه هذا له سياق طويل مش جديد، هذا سياق طويل، هو بحمل الثقافة مسؤولية كثير شغلات بدون ما يحكي لنا شو يعني ثقافة وشو يعني ثقافة مجتمعية. من أصغر القضايا لأكبر القضايا بنحيلها لهذا الموضوع، من هزيمة 67 احنا هزمنا لأنه كذا وكذا وكذا، لأنه الشخصية العربية كذا والمجتمع العربي كذا، ونحن لا نعرف نحارب ولا نعرف كذا، إلى الوقوف إلى الدور ترمي إشي من الشباك، لأصغر قضايا دائما تطلع الثقافة المجتمعية الثقافة المجتمعية. الإشي الثاني هو أنه هناك ربط مستمر ما بين النساء والثقافة دائما، والاستعمار أول من اشتغل على هذا الموضوع. إذا منتذكر أنه كانت المبررات الاستعمارية المرأة حاضرة فيها دائما، كان في كثير من اللحظات التاريخية اللي اشتغل فيها الاستعمار دائما كان يحكي عن همجيين، والهمجيين هذول مرات كان يستخدم النساء، كان يقول إنه هاي مجتمعات همجية لا تحترم النساء، وعلينا نحن تحرير هاي هذول النساء اللي هم بشكل عام بيكونوا مش أوروبيين ومش بيض ومش أمريكان، بيكونوا أفارقة أو عرب أو كذا ومسلمين. الإشي الثالث هو مرات إحنا عدم فهمنا لظاهرة معينة بنحيلها لإشي كبير، زي ما إحنا صغار كنا نسأل ستي أو أمي مش متعلمات كنا نسألهم عن موضوع الثلج، كانت أمي تحكي لي على طول من الله، تمام إحنا عارفين بس كيف كيف ما في إجابة كيف، لأنه والدتي مش متعلمة فكانت تحكي من الله. بس الجديد إنه المتعلمين هم اللي بيحكوا بإشي كبير وما عم بيحكوا لنا كيف بيشتغل. هذا مش معناته بأي شكل من أشكاله فيش ثقافة ذكورية، بالتأكيد في ثقافة ذكورية، وهي ثقافة مش حكر على العرب ولا على المسلمين، وهي ثقافة مش واحدة متعددة وبتشتغل بشكل مختلف. يعني ما في مشكلة نيجي نحكي إنه في ثقافة ذكورية عند كذا وكذا تتمثل كذا، بس احكي لي كيف تشتغل عند مين وكيف تختلف من مكان لمكان. يعني الثقافة الذكورية الموجودة عند مجتمع مثلا أسود فقير مختلف عن الثقافة الذكورية الموجودة عند مجتمع طبقات وسط بيض، الذكورية نفسها تتمظهر بأشكال مختلفة. الخطاب الثاني كان لوم الضحية، وهو باعتقادي صورة مقابلة للاحتفاء به. دائما في قضية فاطمة كنا نشوف، ولو من باب التضامن على فكرة بالمعظم بيكون من باب التضامن معها، كنا نحكي إنه لأنك بتسكتي بصير هيك، لازم ما سكتيش، لازم مش عارف شو، ما يهددك بالأولاد، ما مش عارف، دائما بيكون في 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 ثنايا الكلام التضامني إنه في مشكلة أنت سببها، وكأنه هي قادرة إنها مثلا يعني في عملية فاعلية. يعني هاي من أكثر الكلمات اللي تم تشويها، الفاعلية الفاعلية الفاعلية، والاعتقاد بأنه دائما الفرد فاعل وحر، وهذا اعتقاد خاطئ، ما بفهمش منظومة القمع كيف تشتغل. هذا جاي باعتقادي من سياق تنموي حكت عنه سارة، صرنا نشوفه آخر 20 سنة من أنت بتستطيعي، نعم تستطيع. دائما هذا الخطاب بيجمع قصص نجاح وبيجمع رياديين وبيجمع كذا، بيحاول يفرجينا كيف أنه في نساء قياديات وصلن من خلال نشتغل على حالهم، في نساء مش عارف شو عملن وصارن كذا، في نساء. ففي فكرة إسقاط تجارب شخصية أنا باعتقادي أنها أولا معممة مبالغ فيها في تعميمها، وثانيا منزوعة السياق، ما في سياق فيها. دائما بيحكوا لنا مثلا المرحلة وصلت أنه في الغرب النسويات البيض جزء منهم بيحكوا عن حدا زي هيلاري كلينتون نسوية، فدائما بنحط نماذج هيك لقيادات وكذا كدروا يعملوا. في حادثة جرش من هو أنا باعتقادي لوم الضحية جاي من هو، جاي من فكرة الفاعلية، أنت بتقدر كل شيء بتقدر. الإشي الثالث هو الانتقاء والتصفيط، أنا باعتقادي اللي بصير إنه في كيس بنصير نسحب منه، بنصير نقول مثلا إنه السبب في القانون أو السبب في العشيرة وبنية العشيرة أو في عدم وجود استقلال المالي، الخوف من العائلة، الأولاد، التعاطي مخدرات، مجموعة أسباب بنصير ننتقي منها بدون أي ربط بين هاي القضايا
ودائما بتم التركيز على قضيه على حساب قضيه اخرى. فاللي بيشتغل بالقضايا اللي لها علاقه في القانون مؤسسات المجتمع المدني والانجوز تشتغل بالقانون تركز على القانون، اللي بيشتغل بالمؤسسات العمل بتركز على تعديل قوانين العمل، التربويين على طول اسهل شيء بيصيروا يحكوا عن تغيير المناهج وانه كيف المناهج هي السبب في انه في ذكرنه المجتمع. انا باعتقادي سريعا ساره حكت عن الموضوع، هذا كله جاي من الطريقه اللي بتعمل فيها الانجوز. احنا صرنا كلياتنا نفكر بشكل كيف انجوز بتشتغل، لانه زي ما حكت اصلاح جهد هو القضايا العامه لما تتحول لمشاريع وخطط عمل وموازنات، احنا بنصير نفكر في القضايا العامه بهذا الشكل، شيء اجرائي تقني، مجموعه متخصصين بيشتغلوا بيلتقوا في احياز هيك منفصله لحالهم ببلشوا يحكوا في قضايا المراه. اللي صار فعليا انه منطق المشروع، منطق المشروع، مشروع كيف يشتغل فيه انجوز بمشاريع، هو المنطق السائد من اي ناحيه. اصلاح جهد تحكي شيء كثير مهم، بتقول انه منطق المشروع يدفع قدما تجاه المشاركه العموديه على حساب المشاركه الافقيه، يعني انه المظلومين او المظلومات والمضطهدات هو فعليا منفصل، ما بيشتغلوش مع بعض، اللي بيشتغلوا مع بعض اللي فوق، اللي بيديروا مؤسسات المجتمع المدني اللي هم زي ما حكت ساره اصبحوا متخصصين، هدول بيلتقوا مع بعض لانه بحكم اما التمويل المشترك او بحكم الشغل المشترك بيشوفوا بعض وبيعرفوا بعض، وهم بيشتغلوا عن باقي النساء اللي بيعرفوش بعض، بالعكس مرات بيتم تداورهم هيك بعيدوا انتاج نفس، يعني اذا بتلاحظوا مثلا في كثير من الدورات نفس النساء باخذوهم من هاي لهاي 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 بشكل سيء. يعني انا باعتقادي هذا الاطار المؤسس للفهم السائد لقضايا المرأة. الإشكالية جاي من أنه الأنجزة أصبحت سائدة سواء من ناحية الخطاب أو من ناحية العمل أو كيف إحنا بنفكر في السياسة. في مشكلة من مشاكل هذا الشغل هو أنه زي ما حكت سارة هو نزع السياسي من الشخص. في الوقت اللي النسويات فيه في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وفي تيار كبير من النسويات حاول أن أكدن مراراً وتكراراً أن قضايانا قضايا سياسية وليست قضايا شخصية، وهذا كثير بنشوفه في عند النسويات السود على سبيل المثال، مراراً وتكراراً التأكيد على أن هاي القضايا قضايا سياسية، يعني ما بتنحل في الإقناع، يعني زوجي مش عنصري بالفطرة وأنه يتغير في الإقناع ما بتغير، وأنه الورشات اللي تيجي مثلاً تستهدف الرجال وكيف لازم يتصرف الرجل مع المرأة ومش عارف شو ما بتحلش قضايانا. حاولوا مراراً وتكراراً أكدوا هذا الموضوع. من هون أجت ويندي براون، هي نسوية أمريكية ناشطة بتحكي أنه كتبت ورقة هي تنتقد فيها العمل الحقوقي، هي بتحكي فيه مفارقة في العمل الحقوقي، أنه ممكن ممكن يكون إشي جيد، ممكن يحقق بعض الإصلاحات هون أو هون، بس من حقنا كمان نسأله ونشوف إذا هذا العمل الحقوقي إشكالي ولا مش إشكالي. هي بتقول أنه في العمل الحقوقي من حقنا نطرح هذا السؤال، متى بيكون العمل الحقوقي بيخفف من العنف أو بزيله، ومتى بيكون طريقة لتنظيم العنف. هذا باعتقادي جوهري وأساسي في موضوع الأنجزة والعمل الحقوقي. صح، هو الرد السهل دائما والرد الأساسي من اللي بيشتغلوا في المؤسسات المجتمع المدني إنه زي لما ننتقد مثلا أي نظام ديمقراطي مثلا إنه هذا الأقل رداء، هذا أفضل شيء موجود، تمام. وأنا باعتقادي إنه هاي يعني زي ما بنحكى دائما هاي حجة تبرر كل الحجج. في العمل المتعلق في قضايا المرأة لا، احنا نحكي على مستوى اخر، ما نحكيش بس على مستوى انه هذا اقل رداء، بنحكي انه هذا اشكالي، هذا في اشكالية في نزع السياسي من الشخص اشكالي. فهي بتقول انه نقل القضايا، هي بتضرب مثال مهم على موضوع الشارع وقاعة المحاكم، بتقول انه قضايانا معقدة ومركبة ومتداخلة مع بعض، تمام. النضال لما هي بتحكي في الفترة اللي نقل فيها النضال من الشارع لقاعات المحاكم تم شخصنة القضايا، هي تقول هذا مش معناته أنه مش لازم نلجأ للمحاكم، هي بتقول، لكن بتقول أنه المحاكم جزء من عملية نضال، هي ليست الوسيلة الوحيدة للنضال ولا الوسيلة المنفصلة عن قضايا أخرى. في اللحظة اللي بنفصل المحاكم عن قضايا النساء والنضال في الشارع، هي بتقول هاي بتتحول لقضايا شخصية، ما في فايدة منها بهاي الطريقة، قد تحمي شخص هون تحمي شخص هناك بس بتعمل إشكاليات. أنا باعتقادي هذا كمان انسحب على العلوم الاجتماعية، هذا موضوع آخر بس أنا باعتقادي مهم جدا،
نشوف. من فترة كنت بشوف ورقة لسوسيولوجي مغربي اسمه عبد الله حمودي بيحكي بفرجينا كيف الدراسات الاجتماعية في العالم العربي آخر 30 سنة، وبيحكي على إيش إحنا ركزنا كعرب في الدراسات العلوم الاجتماعية، شو القضايا كنا ندرسها. فبيقارن بين مرحلة الستينات سبعينات الثمانينات وبيطلع لليوم. هو بيحكي بفرجينا إنه كيف قضايا الجندر في التسعينات وبداية الألفينات صار في صعود حاد لها، وفصلت عن قضايا زي التنمية والاقتصاد والكذا، وصار في تخصص. في كثير عملية نقد طويلة على كيف العلوم الاجتماعية استدخلت هاي المفاهيم النيوليبرالية المأنجزة، وصار فيها صار في عمل أكاديمي عليها. ويندي براون بتحكي إنه اللي صار فعليا في الغرب وفي جامعات الغرب إنه في اللحظة اللي نزعنا السياسة من الجندر تحولت قضايا الجندر لقضايا بيضاء. بتقول في الغرب صارت قضايا خاصة في البيض وتحديدا في الطبقات الوسطى في البيض. بدي أفرجيكم استطلاع رأيي، لأنه باعتقادي عملية التفتيت القضايا والنظر إليها كقضايا هيك إجرائية وتقنية ممكن حلها من خلال تظبيط قضية هون تظبيط قضية هناك انتشرت بشكل كثير كبير، حتى صار صرنا في استطلاعات الرأي نشوفها بكل سهولة. أولاً هذا استطلاع رأي عملته مركز دراسات الاستراتيجية بشهر 11/2019، بيحكي لنا إنه أول إشي غالبية العظمى من الأردنيين 600% بيعتقدوا إنه في عنف أسري، و 64% بيحكوا إنه الفقر هو أهم أسبابه، وإنه الأطفال والنساء هم الفئات الأكثر عرضة. بشكل عام دائم كثير مرات بيكون في عملية في خطاب بيحكي إنه المجتمع أصلاً ينكر وجود عنف، تحديداً الرجال، إنه الرجال بينكروا في أي إشي اسمه عنف أسري، ومش مزبوط هذا كلام نسويات مش عارف شمالهن. الاستطلاع بفرجينا لا، إنه الناس مدركة إنه في عنف، ومش ناكر، يعني الناس ما بتحكيش إنه ما فيش عنف ومجتمعاتنا زي الفل، بالعكس بتحكي مجتمعات فيها مشاكل، وبتركز تحكي إنه 64% بإنه الفقر هو أحد أسباب. ودائما يتم إما تسخيف الفقر أو وضعه في سياق بيشبه أي سياقات ثانية، إنه هو زي مثلا القانون، هو زيه زي المدرسة، هو زيه زي الجامعة، كلها هي مؤسسات دون تمييز بين البنى والخلينا نحكي الجوانب المرتبطة في هاي البنية. بس المشكلة مش هون. أيوه طبعا الناس بتحكي بشكل واضح إنه في عنف وعنف جسدي وبتركز عليه. المشكلة مش هون بالاستطلاع، المشكلة بالاستطلاع إنه تقسيمي تجزئي كمان، بشوف الأشياء بشكل يعني جدا تقني. بيحكي إنه باعتقادك شو أهم أسباب لبروز عنف الأسري، حط لنا مثلاً الفقر لحال والوضع الاقتصادي لحال والبطالة لحال. وباعتقادي إنه أي مبحوث أنت بتيجي تحكي له، أي أحد بدك تعطيه استبيان تيجي تحكي له مثلاً وضع الاقتصاد الصعب والفقر، راح يحتار بناتهم. يعني أنا مثلاً إذا بدي أعمل مقال بدي أبني هذا الاستطلاع، راح أجمعهم اثنين مع بعض ومش راح أستأذن منهم، راح أحكي لهم هذا غلط ما بصيرش تعمل هيك، راح أجمعهم مع بعض وأحكي إنه لا الفقر وضع الاقتصاد وقد يكون البطالة كمان معهم. هذا تفتيتي. نفس الشيء هون، مين الفئات الأكثر عرضة للعنف؟ هذا أكثر تفتيتا. هذا بنشوف نساء لحال، زوجة لحال، فقراء لحال، أمهات لحال، وما في أي يعني تقاطع بيناتهم، يعني تقاطع بسيط جدا، إنه ممكن تكون الإمرأة متزوجة، يعني ممكن تكون فقيرة، وممكن تكون متعطلة عن العمل. تمام، انت رحت قسمتهم بهذا الشكل، ومع هيك النساء يعني الناس كانت أوعى من الاستبيان لحالها، الناس كانت النساء والأطفال. ففكرة التقسيم والتجزيء وعدم النظر للقضايا بكلية وبتقاطعية انسحبت على عدة مستويات في حياتنا، تحديدا في مش بس في الخطاب، مش بس في العمل المتعلق في العمل الحقوقي أو مؤسسات المجتمع المدني، كمان في العلوم الاجتماعية وباستطلاعات الرأي. إذا بدي أنتقل بس بدي أحكي سريعا عن أنه هل ممكن ننظر بشكل مختلف لقضايا المرأة، وكيف ممكن نشوف قضايا المرأة يعني بهيك نظرة تقاطعية. في نموذج أنا باعتقادي أهم النماذج اللي اشتغلت بشكل تقاطع قضايا المرأة كانت هي تجمع نهر كومباهي. هذولا مجموعة نسويات سود، معظمهم مثليات، بس هم ما كانوش يعني لم يتجمعوا كمثليات، تجمعوا كنسويات سود ردا على تأسسوا في بداية السبعينيات، كان تأسسهم ردا على خطاب النسوي الأبيض بالطبقات الوسطى. قالوا إنه النسويات البيض الطبقات الوسطى يعني بغمسوا برا الصحن، ما لناش علاقة، إحنا شغلنا بعيد، حاولنا مرارا وتكرارا
في خلافات جوهرية بيناتنا. هذا الرد الأول كان في تأسيس هذا التجمع. الرد الثاني كان على التوتر اللي صار داخل حركات التحرر الوطني وحركات التحرر من الاستعمار في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. كان في حركات تحرر، صار في توتر داخل هاي الحركات عن موضوع قضايا المرأة. وتوتر شهدناه في الثورة الفرنسية، في الثورة الفلسطينية، في الثورة الجزائرية، في معظم الثورات، وما زال هذول الحالات مهمة للدراسة. رداً على هذول، طبعاً رداً على هذول أسسوا مجموعة من النسويات هذا التجمع. اسم التجمع كان إلو دلالية، هو حدث مهم صار عند نهر كومباهي، اللي هو أول امرأة بتقود جيش في 1865 بتحرر فيه 700 شخص، كان تحرير عبيد، وأرخت هاي الحركة بأنه هذا الحدث كان أول حدث تقوده امرأة ضد العبيد، من أجل تحرير العبيد عفوا، ضد العبودية. كانت طبعا هي مشهورة هاريت توبمان اسمها، هي اللي قادت هذا الجيش وحررت 700 عبد. أنا بس بدي أفرجيكم عشان نفهم شو كيف كانوا يفكروا الجماعة، بدي أفرجيكم فيديو صغير لواحدة من قيادات هذا التجمع، حاليا هي مناصرة لبيرني ساندرز وسجلت هذا الفيديو. In the 1970s, I was involved with starting a Black feminist organization. كان في ترجمة. Based in Boston, where I lived at the time, and the name of that organization is the Comedy River Collective. We did political organizing around issues of race, gender, sexuality, class, and a lot of other things as well. So we were organizers, we were not just theorists. But we did write in 1977 something that most people know us for, which is the Comedy River Collective Statement. And in that statement, we talked about how the systems of oppression are interlocking, and that those systems create the conditions of our lives. And by our lives, we meant us as Black women. We talked about how the consequences of those multiple systems of oppression within one person's life was not arithmetic, that it wasn't like add on. You add racism to sexism, to homophobia, to class oppression. You add them on. We said it was geometric. And by saying it was geometric, what we meant is that they kind of multiplied each other into something that cannot be quantified by merely adding them together. So we were trying to build a politic that would be useful for Black women, most of whom are working class, and also for other women of color. One of the points that we made in the statement is if Black women were free, then everyone else would have to be free because we are affected by all the systems of oppression. So if we could address and eradicate all of those systems of oppression, then everybody else would get to come along too. And we also very much believe in coalition work, even though we coined the term identity politics. In the statement, and for decades, since 1977, I will ask people, academics, people of access to research and people who do research, have you ever seen identity politics anywhere in writing before 1977, before the Comedy River Collective Statement? And the answer is always no. So I believe we didn't coin the term. I don't believe that people who misuse the term necessarily got it from reading the statement. I don't think that's how concepts and information get circulated. But as I said, even though we talk about the concept of identity politics, what we really meant by that is that Black women have a right to set political agendas. That's all that we meant. هذا البيان مهم كثير، وهو بيان مؤسس لكل مفهوم التقاطعية. أنا باعتقادي الجماعة كانوا مدركين لفكرة أنه مثلا مفاهيم زي العرق والطبقة والجنس هي مش مفاهيم تشتغل بمعزة عن بعض، هي في تشابك وتداخل بيناتهم. وزي ما حكت، هي مش أنه زي اليوم مثلا مؤسسات المجتمع المدني ممكن في أقصى حالتها ثورية تعدد لك الأشياء، تعددهم مثلا تحكي فقراء ومضربهم تعديد، بس ما فيش تداخل بيناتهم وما فيش إطار بجمعهم كلياتهم. هذا سببه غياب العمل السياسي.
العمل السياسي دائما بأخذ الأشياء بشمولية، والعمل الحقوقي بأخذها بالتفتيت زي هيك. كانت نسويات السود مدركات لفكرة القطاع على عدة جبهات، وأنه إحنا ولا يمكن بأي شكل من الأشكال في صعوبة تامة لفصل أشكال الاضطهاد عن بعضها البعض. بالبيان بيحكوا أنه هذا الموضوع مش رغبوي، مش إحنا قررنا هيك حتى نعقد المسائل. هن بيحكن أنه هذا الأشكال، هاي كل هاي الأشكال من الاضطهاد هي بتعمل في داخلنا وعبرنا بشكل، مش بشكل مستقل ولا بشكل خطي، بشكل متداخل. فبالتالي النضال ضد هذه أشكال الاضطهاد بده يكون في شيء شمولي ومترابط. أنا اقتبست من البيان، تحكي بشكل واضح مثلا أن منظومات الاضطهاد الكبرى متعاقدة ومترابطة، وظروف حياتنا يخلقها توليف لمختلف أشكال الاضطهاد هذا. عندهم ثلاث، يعني عندهم مجموعة نقاط مهمة أنا باعتقادي اخترت منهم مجموعة شغلات. العلاقة مع الرجل الأسود مثلا، المسألة بالنسبة لهم مش أنه الذكر بطبيعته البيولوجية في مشكلة، بالعكس هن بيقولن أنه إحنا كنساء أكثر ناس عانينا من الحتمية البيولوجية. هم بيقولوا إحنا اللي نحكى ضدنا عن موضوع أنه الرجال، النساء مثلا عاطفيات، النساء عقولهم مش عارف شمال، فبتحكي أنه في تاريخ طويل من الحتمية البيولوجية، إسقاطه بالعكس هو مش لمصلحتنا، إسقاطه بس على الرجل، أنه الرجل بطبيعته هيك، الرجل كذا والرجل كذا. هم بيحكوا أنه هذا خطأ ارتكبوا النسويات البيض في الطبقات الوسطى، صاروا يتعاملوا مع الرجال كأنهم خصم بالمطلق. بالنسبة للنسويات هذول حكوا لا، احنا علاقتنا مع الرجال معقدة أكثر من هيك، تحديدا السود. هم بيحكوا انه احنا صح عندنا مشاكل مع الرجال السود، بس احنا بنتحالف معهم، نحن نصارع على جانب الرجال ضد العرقية، ضد الأشياء اللي علاقة في اللون، ونتصارع مع الرجال السود ضد العنصرية الجنسية. المسألة بالنسبة لهم معقدة أكثر بكثير من انه فكرة انه احنا ضد الرجال بالمطلق. هم بيقولوا في قضايا مشتركة مع الرجال السود، على رأس قضية العرق احنا نتقاطع معهم بنناضل معهم، ونختلف ونتصارع مع الرجال السود حول العنصرية الجنسية. انا حطيت هذا الاقتباس اعتقد انه مهم. هم بيحكوا فيه انه صح احنا نشعر يعني باشمئزاز من التطبع الاجتماعي للرجال، قناعاتهم وسلوكهم واضطهادهم، بس هذا ما بيعني في اي شكل من الاشكال انه ذكوريتهم بيولوجية، ورافضهم لهاي الذكورية خلاهم يشوفوا الأشياء بشكل مركب، إنه الأشياء الموضوع مش شخص بقدر ما هو منظوم مركب من الاضطهاد تشتغل بشكل مركب. الإشي الثالث المهم بالنسبة لهم هو رافض الشرذمي. هم بنوا تحالفات كبيرة جدا مع رجال ومع نسويات، ورفضوا تصنيفهم، عشان هيك أنا خليت موضوع سياسة الهوية ملاش علاقة في الورقة، بس رفضوا تصنيفهم، يعني هم لم يتجمعوا وفقا للتوجه الجنسي تبعهم. يعني إذا هم مثليات، هم لم يتجمعوا كمثليات، هم ما حكوا إحنا هذا تجمعنا كمثليات، هم كان في عندهم مثليات وغير مثليات، بالمجمل كانوا مثليات، بس ما كانش في سياسة الهوية بهذا الشكل الموجود اليوم. عندهم مجموعة من الأفكار مهمة، بيحكوا مثلاً بموضوع الاشتراكية، بيحكوا إحنا اشتراكيات، بس مش كل ثورة اشتراكية بالضرورة راح تحرر النساء. هم بيحكوا الثورة الاشتراكية اللي إحنا نفهمها هي نفسها الثورة النسوية، ما فيش فرق، زي ما كانت تحكي سارة إنه في يعني في فصل ما بين القضايا الشعبية والقضايا النسوية. هذا مهم باعتقادي لحكيهم إنه أكو إحنا اشتراكيات، بس مش بالضرورة أي ثورة اشتراكية تحررنا، لازم هي الثورة الاشتراكية هي نفسها تكون ثورة نسوية، هي ذاتها ثورة نسوية. هذا مهم إذا بنرجع للتاريخ، كثير كان في نقد على الجزائر مثلا ما زال لليوم، إنه كان من ناحية دور المرأة في الثورة الجزائرية ودورها ما بعد الثورة الجزائرية، فهم كانوا معيات من هاي الناحية. الإشي الثاني هم بيحكوا عن حالهم، إحنا أوكي استفدنا من ماركس، بس ماركس كان ضيق من ناحية قضيتنا كنسويات سود، فبالتالي مهمتنا من إحدى مهامنا توسيع ماركس أكبر قدر ممكن، مش التزمت بفيكو. قضايا أخرى مثل الوظيفة مثلاً، كانوا بيحكوا إنه النسويات الطبقات الوسطى زي ما حكت سارة إنه أي وظيفة ممكن تكون ممكنة، أي إشي واجهة صورية ممكن تكون ممكنة. هم قالوا لا، إحنا بدناش نتخلص من استغلال نروح لاستغلال. العمل مش بس إني أطلع من بيتي أروح أشتغل بالحد الأدنى الأجور أو أقل من حد الأدنى الأجور. فبالتالي عندهم مجموعة من الأفكار اللي أنا باعتقادي هي تشكل هذا الفكر التقاطع. العلاقة مع المجتمع، هم بيحكوا بشكل واضح بهذا الاقتباس إنه ولا مش مؤاها ينبع فكرنا وممارستنا السياسية من حب صحي لأنفسنا وأخواتنا ومجتمعنا. ما في عداء مع المجتمع، أنت ما فيك تكون تشكل حركة نضالية من ناحية عداء مع المجتمع، ومين دون نضل معك. النضال مش تخصص، مش مجموعة نسويات بيشتغلوا في مؤسسة بدهم يغيروا البلد.
فبالتالي هم كانوا وعيات لفكرة إنه المجتمع مش عدو، بس بوش أطلع على كل قناة تلفزيونية وأحكي إنه مجتمع ذكوري وهي ثقافته وفيش حل وفيش تغيير، زي ما صار بالضبط في موضوع فاطمة. أنا حضرت معظم اللقاءات عن فاطمة، وفي منه تليفون من تليفوناتها حكت بالضبط الوضع اللي هي عايشة فيه. الرد كان من المشاركين بالبرنامج إنه شايفين الثقافة الذكورية هي أو الثقافة المجتمعية، هي حكت بوضوح عن وضع الفقر والتهميش والبيئة الاجتماعية اللي عايشة فيها. هذا كله لم يسمع، وعلى طول تم إحالته من الضيفة إنه هذا جزء من المجتمع ومشاكل المجتمع. العلاقة مع النساء البيض نفس الإشي، هم كانوا بميزوا حالهم، وهذا مهم أنا باعتقادي هون، لأنه في فهم تعميمي لقضايا النساء إنه كلنا نساء. هم بيقولوا لا، النساء هم بيحكوا بشكل واضح إنه النساء البيض كان بالنسبة لنا، يعني بتقروا بصفتنا نساء سود تجعلنا نساء البيض ندرك إدراكا مستمرا ومؤلما بضآلة الجهد اللي تبذلونهن لفهم ومحاربة العرقانية، بالتالي يستلزم أن يتجاوز استيعابهن للعرق. يعني في نقد مهم لكيف النسويات البيض كانوا يشوفوا العرق واللون وتاريخ ثقافة السود، وهذا مش إشي جديد. يعني روزا لوكسمبورغ كان في لها نقد شديد جدا على نسويات البرجوازيات قبل نهر كومباهاي بسنين، كان نقدها حاد جدا للنسويات البرجوازيات، وكانت تصفهم وصف أوصاف، يعني هي كانت تصفهم بينهم طفيليات وبينهم كذا، كان في شكل من أشكال التوصيف الدقيق لدورهم. فباعتقادي إنه اللي عملوه تجمع نهر كومباهاي، وإذا بنشوف هذا البيان منشور بالإنجليزي وبالعربي، بنشوف بالضبط إيش يعني التقاطع اللي كانت تحكي الست في الفيديو، وكل البيان بيحكي بوضوح عن مجموعة أفكار إنه قضايانا هيك ما بتنفصلش عن بعض بالنظر بهذا الشكل. لكن الأهم واللي حكته هو فكرة النضال السياسي، بما إنه القضايا هيك، بما إنه القضايا متشعبة ومترابطة، كان بالنسبة لهم ما فيش حل إلا بالنضال السياسي، اللي هو النضال الحزبي أو الحركات السياسية وكذا، هي النضال اللي بيكون بيجمع مجموعة قضايا مع بعض، مش بيشوفها بشكل تفصيلي بهذا زي ما بنشوفها اليوم. حتى بموضوع، أنا آسف بس على الهامش، موضوع الوظيفة، يعني أنا بسمع إنه في مطالبات على مستوى الوظيفة ممكن تكون أفضل من قبل 10 سنين، بس ما زالت نفس الشيء. يعني حتى فكرة العمل المنزلي ما زالت النساء اللي بيشتغلوا في قضايا المرأة ما زال بيشوفوها بشكل سطحي. اللي كانوا بيحكوا النسويات إنه إحنا حسب شو بنشتغل وكيف بنشتغل. يعني اليوم صح في مطالبات بإنه المرأة العمل المنزلي هو ممكن يكون لازم يكون في أجر مقابله، تمام، بس كمان لسه أنا باعتقادي النسويات اللي في هذا التجمع كانوا أذكى، كانوا بيحكوا إنه حسب كيف بنشوف الأجر. إحنا بنشوف اليوم العمل كبس بيقوم على عنصر واحد، الأجر، وما بنشوف الأجر الاجتماعي. يعني كان يحكي في هذاك الوقت إذا أنا امرأة مربية في البيت، أنا اللي بعمله فعلياً، اللي زوج بيشتغل عامل في مصنع، أنا اللي بعمر فعلياً أنا بقوم بإعادة إنتاج قوة العمل. يعني أنا اللي بطبخ، أنا اللي بجلي، أنا اللي بغسل، أنا برب البلاد، هو قادر من خلال الأكل والشرب وكلها قادر ثاني يوم يصحى الصبح بنشاط ويروح يشتغل عند صاحب عمل. هن كانوا يقولوا إنه هذا يجب أن يدفع، هذا الذي يجب أن يدفع، مش موضوع أجر وعدم أجر، هو الأجر الاجتماعي، كيف هذا الزلم بيشتغل من خلال في وراء زوجة، في وراء أبناء، وقاعدين هي النساء هم اللي بربوا هذول الأولاد، وهم اللي فعلياً خلينا نحكي بعيدوا إنتاج قوته، وبيقوم الصبح على العمل وبيشتغل. كان كثير أوعى بالنسبة إلي أنا، كان كثير أوعى فكرة العمل المنزلي والبدل هذا العمل المنزلي عند هذول النسويات في السبعينيات عن اليوم، مع أنه اليوم في مطالبات، بس ما زالت تنظر الموضوع ساعات عمل، إنه بيشتغل ساعات عمل يرفع له الحد الأدنى شوي، ما هو كذا الوضع سيء، ما بيشوفوا الأجر كأجر اجتماعي. أكثر قضية ممكن نشوف فيها كيف اليوم بتم تفتيت وتقسيم القضايا وعدم تناولها بشكل تقاطعي باعتقادي من أكثر القضايا، هو موضوع التمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي القائم على التمويل الصغير، احنا بحبر اشتغلنا من فترة تقرير طويل عن التمويل الأصغر، ورحنا على الغور والتقينا مع مجموعة من النساء، عملنا مقابلات مطولة معهم.
ان التمكين الاقتصادي والغارمات نموذج مهم على غياب اي شكل من التقاطعي. هذا القطاع يقوم بشكل رئيسي على الفردنة، انه احنا بنتعامل مع المرأة بمعزل عن مجتمعها، والأحادية بنشوف قضيتها بشكل أحادي، والتفتيت. من ناحية التعامل مع المرأة كفرد، احنا مش في قضايا التمكين مش عم نعزل قضية الفقر عن قضايا أخرى، كمان احنا بنعزل المرأة عن مجتمعها. ان بنشوف احنا القروض، انا عملت مقابلات مع الشباب اللي عم بيعطوا قروض في هاي البنوك، حكى بشكل واضح ان احنا نستهدف النساء. لما بنسأل ليه تستهدف النساء، هو بيحكي لأنه النساء كذا وكذا وكذا، بيعطي صفات، خلينا نحكي بيولوجية عن النساء، يعتقد أنه هم قادرات على يعني شاطرات، بيقدر نوفر مش عارف إيش، كله كلام فارغ، زي يعني زي موضوع الثرثرة اللي بنشوف كيف بتم نسبه للنساء، مع أنه الرجال بثرثروا أكثر بس بثرثروا بشكل مختلف. نفس الشيء في صفات أنه المرأة بتقدر يعني تدير منزلها بشكل أفضل من الرجل، فبالتالي إحنا نستهدفهم كنساء بهذا الشكل. اللي حكته سارة من ناحية إنه قضايا المرأة قضايا عامة، هذا ما كان، هذا أبداً مش موجود في قضايا التمكين. هم ما بيشوفوا إنه المرأة جزء من المجتمع، بالعكس تماماً، هم بيشوفوا إنه حتى المجتمع، حتى المرأة تغير من وضعها لازم تتبع مجموعة من الخطوات. هاي الخطوات بتقوم بشكل رئيسي على دعمها بمبلغ مالي من أجل عملية إنتاجية قد تمكنها، تمام؟ طبعا في اللحظه اللي بيفشل فيها المشروع بتقدر تسمع انت على طول اشياء زي انه على طول في احالات لها علاقه بانه السبب مثلا انه الزوج بضربها باخذ منها القرض، فبالتالي بتقدرش هي، فعشان هيك فشل المشروع. قد يكون، بس الحالات اللي احنا التقينا فيهم ما كان السبب انه الرجل بضربها باخذ قرضها، بالعكس تماما كان الموضوع معقد اكثر من هيك بكثير. احنا قدرنا نشوف انه ولا يمكن انت تقدر تنشل المرأة من الفقر باستهدافها لوحدها، بمعزل عن اخوها الفقير وابوها اللي عنده قطعة ارض مش قادر يزرعها وابنها اللي في المدرسة وكذا، هي تعيش في مجتمع مهمش ومفقر، لا يمكن باي شكل من الاشكال انك قدرت تنشلها لوحدها. بالعكس، عكس فكرة انه الزلمة بضربها باخذ القرض، بالعكس بنشوف مثلا انه في استطلاع رأي كمان عملته المركز الدراسات، بيحكي انه عمل لقاء مع، هو عمل عفوا الاستطلاع مع 2000 متعطلة عن العمل، 77% منهم كان اهم سبب في الرغبة في العمل، يعني 73% منهم هو مساعدة الاهل. هذا مهم، المرأة بدها تساعد اهلها، يعني هي هو شيء طبيعي جدا، انا عايشة في مجتمع في عائلة، هذا المجتمع فقير، في اللحظة اللي بكون بدها تساعد اهلي. يتم كثير مرات بيتم تصوير المرأة وكأنه في مجموعة أعداء حواليها قاعدين منها شو بلحمها، لكن بالواقع بنشوف مثلا استطلاعات الرأي إنه النساء نفسهم اللي متعطلات العمل بيقولوا إذا إحنا بنشتغل مش حنكون فرديات، مش حنسحب حالنا ونطلع من الغور ونروح، إحنا بنات الغور وبدنا مناش حل إلا بالغور، الحل الوحيد هو انتشال هذا المجتمع كلياته، فبالتالي تمسك القرض. وفعليا إحنا التقينا مع عشرات السيدات تمسك القرض وبتفتفت وتفتفت 30 40 50 60، وهيك بيروح القروض. المشكلة بالشغل هذا، إذا أنت بتشوف حالات التمكين الأصغر، مش بس هم التقسيم للقضايا وانتشال المرأة من مجتمعها، هم مش قادرين يشوفوا إشكالية هذا الشغل. المشكلة بقضايا التمكين، بقضايا التمويل الأصغر، إنه فعليا مش بس مش منتج، مش بس مش مفيد، هو إشكالي، هو إشكالي. يعني فعليا أي عائلة بتشوف أخذت قروض بتحاول تمشي، احنا مشينا مع عدة عائلات، انا لما اشتغلت على الموضوع ما اشتغلت كنساء، اشتغلت مع العيلة كلياتها، انه في 5 نساء و6 رجال في البيت، واحد واحد كنا نعمل معهم مقابلات ونشوف كيف العلاقات مترابطة ونشوف كيف القروض توزع على الكل. انا حاب افرجيكم اخر فيديو عن كديش انه القروض في مجتمع زي مجتمع الغور، اذا بتدخل فيه بتدخل في حلقة مفرغة، ولا يمكن لا مرأة ولا رجل يطلع منه، وكل الكلام عن انه مول بالامكان انتشال المرأة من هذا الواقع كلام مش صحيح عمليا. هذا نموذج لعائلة أخذت قروض. دوامة القروض عم تبتلع عين وزنها، دوامة امتدت عائلة زوجها كلها، إذا دخلت فيها كل الاحتمالات المتاحة هي القروض، بتعيش عين وزوجها باجة في بيت حمالها وحمالتها أكرم وسلم، اللي عندهم 5 بنات وخمس أولاد، البنات بابن أكبر حسين تركوا البيت بعد زواجهم، أما الأولاد الأربعة الباقيين سالم وماجد واسماعيل ومحمود كلهم دخلوا دوامة القروض واحد ورا الثاني،
سنترز بول أخذته مسامية هدف تأسيس مشروع بيع والتنظيف فشل بعد شهرين من ميلاده، واقتضت نعيمة كمان 500 دينار من البنك الوطني حتى تساعد حماها في قرض زواج سن أسهل. لكن نعيمة مش الحالة اللي جبلت حماتها، الدوام ضمت معظم نساء البيت وشكلوا كلهم شبكة معقدة من الإقراض والكفالة، شبكة بتخليهم كلهم يقرضوا مع بعض لو واحد فقد ثلاثة. ياسمين زوجة محمود اقتضت من 2013 1000 دينار عشان سلفة حسين يقدر يتضمن أرض زراعية، كمان 1000 من نفس البنك عشان يشتري سلفة حسين مواد زراعية في الأرض، و1000 ثالثة عشان تسدد فواتير الكهرباء ومي متراكمة. من الناحية الثانية حمدة زوجة حسين كفلت قرض ياسمين الأول، هي وأسيل زوجة إسماعيل اللي كمان كفلت سامي قرضها الثالث. هاي كانت لمحة بسيطة عن الحياة بول الصافي، تعقيد علاقات الاضطرار داخل عائلة واحدة في ظل شركات تمويل أصغر عم تنمو وتزداد استثماراتها كل سنة، بينما الفقر بهاي المنطقة مش عم بقل. هو يعني الموضوع بالنسبة لي أنا كان إنه دراسة إن الشعار ارتفع، اللي هو الشعار ارتفع من بداية ظهور التمويل الأصغر مش في الأردن، في العالم طبعًا، هو استهدفنا إحنا كدول الجنوب. كان الشعار مرفوع إنه الفقيرات والنساء راح يصعدوا سلم التنمية، وإنه راح نقضي على الفقر خلال كذا. اللي فعليًا حدث من خلال أنا يعني تجربتي من هذا التقرير إنه فعليًا مش بس أنت مش عم تقضي على الفقر، أنت بتعمق الفقر وبتكرسه. وبالعكس انت فعليا لما تدخل هاي العائله بدوام من القروض صعب جدا انك تنشل واحد منهم او كلهم مع بعض، بالعكس انت بتصعب حياتهم، بتصعب حياتهم. وكمان الهدف الاساسي من الاقراض هو كان هدف انتاجي، انه بدنا نعطي مثلا 1000 دينار لامراه تفتح كذا ومش عارف شو. كل اللي التقيتهم بشكل عفوي مشاريعهم فشلت، مش لانهم بيعرفوش يديروا كذا، مشاريعهم فشلت لانه المجتمع طفران. فعليا اللي عنده محل شاورما هو كان بيحكي لي انا فشل المشروع، طبعا بتكون مرت زوجته اللي ماخذ القرض ومش متشاركه معاه، بيحكي مش فشل المشروع لانه انا ببيع في اول الشهر واخر الشهر بس، انا في اول الشهر ممكن ابيع للمعلمين لكذا، وفي اخر الشهر بالدين، والدين دين دين دين، اضطريت اسكر. التسكير مش انه خلص خلصنا سكرت روح بيتك، التسكير بيجي وراه ديون لها علاقه في الثلاجات في المحل وايجاره في الدجاج، قديش انت اخذت، كله دين بدين، ما هو فبتروح انت فعليا تاخذ قرض عشان تسد هذا الدين وهكذا. ففعليا لا قضاء على الفقير ولا انتاجيه. معظم القروض، معظم النساء اللي التقيتهم باخذوا قروضها على اشياء بسيطه جدا، لكن هي حاجات اساسيه ملحه بالنسبه لهم، بنتها مرضت، دفع فواتير مي وكهرباء، اعياد طبعا، والاعياد مهمه على عكس ما يعتقد بانه يا عمي انتوا ليش تشتروا بالاعياد، القيمه مرات في قيمه انه الامراه تشوف بناتها اولادها لابسين شيء كويس حتى لو فقيره، صح؟ ففعليا عملية استنزاف كاملة لموارد الفقراء والفقرات. يعني انت لما تسد القروض انت بتلجأ للجد، والجد زي ما شفنا هذول بياخذوا رواتب تقاعد ب 300 و400 دينار بتشلحهم اياهم. ففعليا كل اللي عم بتشوفه من هاي القروض هي انهاك لهذا المجتمع، ومش بس للمرأة، المرأة اكثر متضررة منه. زي المرأة دائما انا باعتقادي، عشان هيك القضايا الوطنية قضايا نسائية هي المتضررة من غياب مثلا الخدمات الاجتماعية. لما نشوف مثلا ما بنحكاش مثلا، بنحكي عن منظومة النقل زي ما حكت سارة، بنحكي عن نعتبرها قضية رجال، تمام، لكن هي قضية نسوية، قضية الفقر قضية نسوية، وقضية الصحة قضية نسوية، ما بنشاف هذا الاشي. ففعليا هاي القروض مش بس عقدت حياتهم وصعبتهم، اضطر جزء كبير منهم انه يشتغل ساعات عمل اطول وفي ظروف عمل سيئة. فعليا انت لما تكون محتاج وبوك عليك ثلاث قروض، في ناس كانت تاخذ قروض يعني من اجل سد قروض ومن اجل كذا وكذا وكذا، بتراكم القروض، فانت بتدخل في حقيقه يعني في دوامه كبيره من تفضل خلص 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 لا خلص بس انا ابد هي اختم في تفسير الفشل هذا. رجعنا نحكي، انا التقيت فيهم من الرسميين ومن اللي بعطوا قروض، في تفسير الفشل سالته عن الفشل، سألت كثير منهم عن الفشل. في تفسير الفشل بنرجع للثقافة دائما، يعني كثير من اللي التقيتهم سألتهم عن هذا الموضوع كانوا يحكوا انه هذا المجتمع مجتمع الغور ما عندوش ثقافة مالية، او انه بتمسكنش مصاري، اللي كان ان هم بيعرفوا يدور البيت قبل، بعد ما نحكي انه لا هذا المشاريع فاشل بصير يحكوا بتمسكنش مصاري، او الرجل بوخ او اخذها منها الزلمه او كذا. دائما في الفشل بنحيل القضايا لقضايا ثقافيه دون الاعتراف او دون حتى الوقوف ونقد هاي المؤسسات وكيف عم تشتغل وشو تاثيرها على قضايا المراه. وشكرا، انا اسف انا اخذت كثير عن الدور. لا
بس خلينا نحاول أسئلة أصيلة عساس يكون في مجال الكل من الشارع. مرحبا دكتور عاصي، انا في وائل كيف دكتور، شكرا لكم على الحكي الكويس. فيما يتعلق بموضوع الانجازه، يعني دائما قد يكون اسوا ما حصل مش بس الحركه النسويه، البلد كلها انجزه، لانه مش بس الحركه النسويه تم انجزتها، المؤسسات الدوله تم انجزتها، المضافه كوحده اجتماعيه وقبليه تم انجزتها اصلا، إذا بنطلع على برضو هذه الشغلات، فهاي تم أنجزتها. هلا السؤال دكتورة سارة شاكر، إيش الخطاب البديل؟ إذا عندنا مثلاً قطاعات متعددة تم أنجزتها، كيف ممكن يكون عندنا خطاب بديل ثاني؟ بأقل من دقيقة، دائماً لما نحكي بعلوم اجتماعية عن المرأة وقضايا المرأة لازم ننتبه لشغلتين كثير مهمات. أول شيء نبعد عن إنه ثنائية الخطاب أسبرس ستيم، إحنا والغرب بنطلع على اللهجة الثانية حول العالم. وثاني شيء اللي هو الذكورية، المجتمع الذكوري، مش بس المرأة هي مش بس المرأة هي ضحية، الرجل كمان هو جزء من يعني بيعاني من ذكورية المجتمع. شكرا. تحبون أخذ أكثر من سؤال بعدين؟ شكرا كثير. سؤالي هو هلا انتم حكيتوا برضه بشوي تبع برضه عن الانجازه. هلا الفكره انه انا مع تماما مع رفع التوعيه والوعي عن التقاطعيه في شؤون المراه او شؤون المخرج تماما، يعني برايي سواء كانت الاكاديميا، الاعلام او المنظمات الربحيه يكون عندها هدف توعوي انه تفهم الناس انه الموضوع هذا مش منفصل عن الامور الاخرى، ولكن من ناحيه العمل والانجاز هل بتحسوا انه في نظريات بتحكي انه التركيز على او وحصر الطلبه وحصر الهدف بيؤدي الى يعني انجازه بشكل اسرع وبشكل اكثر فعاليه؟ يعني مثلا لما نقول بدنا والله نلغي الماده رقم 308 من قانون الرقابات، او بدنا نعطي المراه حق اعطاء الجنسيه الاردنيه لابنائها او لزوجها، هذا التحديد بيؤدي انه بصفي الموضوع كثير محدد في الطلب، وبالتالي الانجاز ممكن يكون اسرع، ولكن التوعيه بشكل عام سواء كان جامعيا او انجويا بكون مثلا مفيد. ما بعرف ايش رايك. ناخذ سؤال ثالث. شكرا على الاتصال، بس هو سؤالي لما عم نحكي نحن عن الحركات النضاليه والتحرريه، فكان انه عم نحكي عن كان دكتورة سارة عم تحكي عن كيف انه نحن بنجدد، لازم في خصوصية انه نجدد الحركات، ولكن سؤالي هو ما الفرق بين الشعبوية وبين انه لما عم نحكي انه نحن مطالب عم تكون ذكورية، زي ما ذكرت مثال النقل، فانا عم بكون مثلا مطالب بنقل مريح او نقل آمن، انا عم بكون ذكوري، بس هو عم بكون شعبوي، لأنه الذكر والأنثى عم بيتشارك في هذا النقل. الشعبي. فهو عم بيكون يعني عم يشارك بين اثنين. فهو ما الفرق بهذا الشيء؟ وسؤال ثاني سريع، هل يعني شو الفرق بين لما بنحكي كيف الانجيوز والحركات الحقوقيه عم تشتغل بانها بتفصل الاشياء، وكيف نحن بخطابنا التحرري ما يعني ما بنفصل، وهيك بالنقاش اللي عم تحكوا في تفصيل نوعا ما بانه بالجندر. لازم تكون الدولة قادرة انها تعطيك حقوق.
والمقابل انه في ان جي اوز عم ياخذوا تمويل، الدوله عم بتم اثقالها شوي وشوي شوي، وفي عندنا مؤسسات دوله كانت مؤسسات دوله قويه عم تتدمر كليا. وهذا اللي اسمه مثلا ذكر مع المعلمين بالحراك تبع المعلمين، انه احنا مثلا عم نحكي انه هدول المعلمين وجودهم بهاي الطريقه باكبر وزاره موجوده، وزاره كانت تخرج لكل المنطقه الخليج العربي لكل المنطقه مثقفين من وبيروحوا بدرسوا بيعملوا، صارت تقدرش حتى تدرب المعلم لابسط الاشياء، هدول اشياء متصله. فعشان هيك لازم يكون الشغل بوجه نظري هو انه احنا نرجع نحكي انه لازم ارجاع مؤسسات الدوله لازم ترجع قويه، عشان بالاخير ما حدا بيعطيك الحقوق من الدوله، ما حدا بيقدر ثاني يعطيك هاي الاشياء، ما بتاخذها من حدا. وحقوق مش حقوق بس سياسيه، حقوق سياسيه مفرقه من انه ايش ما هي سياسي، انما حقوق اقتصاديه. انا حقي الاقتصادي هو اشياء معينه. وهون بنرجع للسؤال السؤال الثاني اللي هو لازم احنا نغير البنى. اذا ما غيرنا البنى الاشياء الثانيه اوكي. هلا مره في اشياء مهم، الواحد اذا في حرب والناس عم تموت وبدها ادويه لازم تاخذ ادويه، بس بالاخير احنا لازم ننهي الحرب، فلازم نرجع البنى. خلينا نحكي مثلا كيف مثلا انه المطلب في انه ناخذ انه مواصلات، شو الفرق بين المواصلات مطلب الشعبي ومطلب شعبي في مطلب نسائي؟ او مثلا المواصلات تكون مثلا 24 ساعه، يكون في محلات فيها ضوء انه ما يكون في خوف، محل مثلا الناس يقدر يقعد فيه، مثلا باص تربت عمان تربت يكون 75 واحد يستنى، مش بس انه ما في محل يقعدوا عليه يستنوا فيه، ولا في شيء انه يكون بيحميهم من المطر، بتضل يوقف على الشارع عشان حتى الرصيف شبه الرصيف الموجود مش قادرين يقعدوا عليه. طب مثلا رجال ونساء كبار بالسن وين بدهم يروحوا؟ في ناس بيقدروا يقعدوا على الارض، في ناس ما بيقدروش يقعدوا على الارض، يعني في اشياء. فلما انا احكي افكر في الباص هذا مثلا البني مثلا، هل الباصات او مثلا قطار او القطار انا بقدر ادخل عليه اذا انا كنت كبيره بالسن، يعني كل الاحتياجات الموجوده بدها تكون موجوده. لما افكر في الباص هذا ما بدي افكر بس بالمثلا الرجل اللي عمره 25 سنه اللي مثلا بيقدر يوقف، بدي افكر بالاشياء الثانيه الموجوده فيه، بدي افكر بالتحرش الجنسي، بدي افكر في انه بجوز افكر انه احط نساء في جزء معين من الجزء، ما بعرف يعني اكثر شيء، بس في اشياء انه بفكر في الخصوصيات الموجوده اللي بحتاجها. مثلا بفكر انه هل اصلا في واحد مقعد بيقدر يدخل ولا بيقدر يدخل، في وسع له ولا ما في وسع، اذا في له وسع اصلا في شارع بيطلع على الشارع بيقدر بعدين يمشي الكرسي تبعه ولا ما بيقدرش يمشي. هاي بس بنحكي انه لازم يكون في اشياء، يعني لازم الاحتياجات المختلفه للفئات المختلفه كلها لازم تاخذ بعين الاعتبار لما احكي انه بدي مواصلات عامه وتكون رخيصه، مش لازم ادفع بعرفش قديش عشان كل هاي الاشياء تدخل وتكون حق. انا بعتقد من وجهه نظري انه طبعا انه موضوع التركيز مهم، موضوع انه احنا يعني ركز مثلا حملات معينه، حمله على كذا، حمله على كذا، هذا مهم، لكن انا باعتقادي هذا بيكون جزء من عمل اوسع. هذا مضبوطش يكون يعني هيك عمل احادي بالعلاقه، احنا بدنا نغير مؤسسه القانون لحق، بدنا نغير مجموعه تعديلات لحق. انا باعتقادي هذا بده يجي في خلال تنظيم الناس، تنظيم المعامل، تنظيم المميز، تنظيم عمليه التنظيم اختفت فعليا. التنظيم القائم حاليا اللي ما بنشوف كتنظيم هو تنظيم القيادات في المؤسسه المجتمعيه، هذا لا يشهد لا يقال كتنظيم، هذا تنظيم. انا باعتقادي اكثر طبقه منظمه في مجتمعاتنا هي الطبقه الوسطى. طبقه منظمه في كل معنى الكلمه.
الفقراء يفهموا انا اعتقد ما في تنظيم ما في شيء الطبقه الوسطى هي المنظمه لكن ما فيش يعني احنا بنشوفها كده مؤسسات مختلفه مع بعض ما فيش بيجمعوا هاي المؤسسات هم منظمين انا بعتقد انه بحسب شو بدنا حشد نفوذ وقوه ومراكز القوه للناس المستغله والمضطهده والفقيره المميزه ضدها سواء نساء او رجال او بدنا نبقى على قيد الحياه حسب شو بدنا بدنا حشد قوه من اجل تغيير هذا الواقع او البقاء على قيد الحياه بدنا تظبيط شويه شغلات تنظيم العرف بهذا الشكل حتى يكون اقل هيك شيء فحسب احنا شو بدنا انا باعتقادي لازم نفكر في موضوع غياب الخدمات والقضايا الوطنيه من طرف اخر له علاقه بانه في اللحظه انا باعتقادي في اللحظه اللي تنسحب فيها الدوله كل ما الدوله انسحبت كل ما اصبح الوضع صعب على النساء. النساء هم اللي يتحملوا مسؤوليه غياب الدوله. خذ مثال مثلا على سبيل المثال المساعدات للعائلات الفقيره. نقص الغذاء في كثير دراسات بتفاجئ نقص الغذاء في العائله تدفع ثمنه الام. هي الطعم الاولاد والطعم الزوج دائما يعني في كثير عائلات بتضل اخر شيء. هذا اصبح يعني خارج النقاش هذا مثبت واضح في الدراسات. انه الامراه الفقيره اللي لا تتلقى مساعدات لما دوله تسحب حالها وتطلع وكل واحد يدبر حاله من يدفع ثمن الفقر بشكل رئيسي في المجتمعات اولا انا اعتقادي المراه بالتاكيد تمام فحسب احنا شو بدنا الغاء الموارد وكذا بده يجي في اطار عمل سياسي اوسع لانه هي قضايا سياسيه هي مش قضايا تحل بالمحاكم او بالاقناع وكذا هي قضايا سياسيه بدها تغيير ما لذلك انا باعتقاد العمل الحزبي والعمل السياسي والتنظيم قضايا مهمه تم التفريط فيها بسهولة، بالتالي زادت الصعوبات والمشاكل. ما فيش حل أنا وجهة نظر بالعكس ما يثبتوا الانتفاضات العربية اليوم ما فيش حل برا التنظيم. هاي وجهة نظر. الخطاب اللي هو الحقوقي اللي فيه الحركات لخطاب وطني بامتياز بشكل عام بإطار عام فمثلا مثال اللي ذكره شاكر عن موضوع فقر الظهور شبكات الفقر والتهميش والإفقاد المتعمد اللي بصير في الظهور أنا مفكر مش منتج اليوم إذا نطلع عليه كحالة عامة كإشي قدامنا لأنه ما راح اليوم نعرف نحل فيه أي جزئية ولا النساء ولا الرجال ولا حتى كل مؤسسات المجتمع المدني واحسابها ورقاباتها. مهم انه مثلا تطلع على تجارب زي النقابيه، انه مثلا نحن بنحكي عن مثلا نحن نقابه عماليه او نقابه مهنيه جوا اطار وطني عام ولكن مهتم بجزئيات في بحكي فيها الكوادر اللي انا بترافع عنهم او انا بناضل مشانهم. فمهم انه يكون في اجسام بتناضل لهي الحقوق النساء داخل اطار وطني بس احنا دائما بنحكي يعني كل يوم بنقعد بنحكي هذا الحكي ولكن ما فيش حدا ثالث راح يجي يعمل هذا الشيء فبالتالي الاستراتيجيه الوطنيه هي مش راح تطلع من هذا القاع هي هاي القاعه والقاع اللي كنا فيها امبارح واللي قبلها فبالتالي احنا كل يوم بنحكي وبنرحل هذه المشكله وحلها لبكره وهو احنا بنجي بكره مش راح نرحلها بعد بكره فبالتالي اللي بفكر فيه المطلوب من هاي القراءات والتحليلات المهمه انها تروح باتجاه يعني يكون في فعاليه وهذا دورنا كلنا ومن ناحيه ثانيه برضه ما ناخذش الامور بتعريف اكاديمي مجرد او حتى تحليلي مجرد فبالتالي لما نطلع على مجتمع زي الغور وعلاقاته وكذا وانا يعني قرايبي الغور بحكي عن جزء انا شايفه يعني في افقار وتهميش ممتاز وهذا الشيء كنا عارفينه مش متفقين عليه ولكن بودينا لمراحل بدها عمق اكثر انه الافقار عم بيصير بالغور عم بيسحب شوي شوي من الرجل سلطته اللي هي الوحيده المتبقيه له في ظل تهميش سياسي وفضاء واي فضاء عام ممكن يتحرك للرجل للسلطه الوحيده اللي هي سلطه المنزل والسلطه الماديه داخل المنزل والشخص صار لما يكون عم بحس حاله انه هاي السلطه الوحيده انسحبت منه من ناحيه افقار ثانيه انه في المراه صارت قادره على انها تاخذ قروض وتاخذ فوائد اكثر منه فبالتالي بده يكون في عنف زايد تجاهها
وهذا ما نقدرش نلغيه وما نحكيش انه في عندنا جرائم يعني حقيقيه تجاه المراه، في جرائم تؤدي للموت بشكل يعني ارقام ضخمه في الاردن. انا من وجهه نظري الوضع انه هو باتجاه انه الرجل عم بحس حاله عم يفقد سلطته الوحيده اللي هي سلطه ماديه جوا داخل المجتمع. يعطيكم العافية مساء الخير. يمكن بعرفش التخمين، يمكن ما فيش ولا مرة رفع فيها تسأل إن نصدم بعد المحاضرة، لأنه مرت عقود الخطاب اللي سائد في البلد وفي العالم العربي مختلف عن الخطاب اللي تحدثت فيه اليوم بالأستاذ. يعني حتى لو حضرتك كنت حاضرة مثلا أي اجتماع نسوي وتكلمت هذا الكلام يعني حتلاقي معارضة كبيرة، ممكن تهوك يعني بالرجعية أو بالكذا، شو الكلام في هذا؟ لا، عندنا قضايا المرأة، هاي هي قضايا المرأة، زي ما تفضلت حضرتك هي نفسية المتخصص اللي جاي من برا وبده يعني هو شايف المشكلة وشايف الحال بدون ما يسمع رأي الناس. وبدأت بنقطة إنه إحنا لو جينا أسقطنا قضايا المرأة على هرم ماسلو، أعتقد هتكون في قمة الهرم ولا هتكون تحت. يعني في كثير مراحل يعني المرأة بين ما تطلب تمكين سياسي بدها تاكل يقول لا، بدها علاج، بدها تمكين وظيفي في المرحله الثانيه. فلا يستغرب انه المراه طلعت عشان اول مربعين في ماسلو ولسه ما هي طلعه اصلا على اخر مربع. اللي بيجي استخلصه بهذا الكلام كله، ليش بدها تظل المراه تثق بمن ينادي بحقوق المراه حتى لو كان الخطاب الجديد؟ يعني بعد ما جربنا هذا الخطاب القديم المجندر وبعدين اكتشفنا بعد عشرات السنين انه لا، انت كان خطاب ما تحكي عنه ولا عليه مشاكل، بالعكس انت خليتني اخذ قرض ومعروف معلومه على موضوع اخر 10 ثواني على موضوع قروض 10% من الستارت ابس في العالم كله، يعني امريكا وروما هي بتنجح 90% من عندهم قروض راح يفشلوا. مين اللي حدا حكي له مره هذا الكلام؟ فالسؤال ليش بده يظل الثقه قائمة بالمنادين بالجندر بعد اللي صار؟ وشكرا. مرحبا، أنا مصطفى يوسف، رسام الأردن. بحب يعني بالنسبة للاختلاف بين الرجل والمرأة، أعتقد إن الاثنين صاروا يعني نفس الأسلوب ماشيين في الحياة، كل واحد يجيب راتب، كل واحد له راتب ضمان اجتماعي، يعني صار في تقارب كثير في الأمور. بس أنا سؤالي الرئيسي هو طبعاً المرأة بشكل عام مظلومة، المرأة بعرف واحدة إنه زوجها أخذ عليها تاكسي وطلعها وطلع التاكسي وغير الآن شهر على البنت. سؤالي بالنسبة للقروض، أنت جبت موضوع القروض، في قروض أنت بشكل عام معظم القروض بتكون انها سلبيه او ما تطلع نتيجه او ممكن واحد يطلع خسران او يطلع الثاني، بس في قروض ممكن تكون مدروسه وبشكل عام يعني تمشي الامور، ممكن تنقذ الواحد لمستوى افضل. ممكن توضيح هذا الامر خاص بالقروض؟ يعني القروض ايش عم تقول؟ القروض يعني بشكل عام دكتورة صار بدي اختلف معك شوي بنقطة في يعني أنا حاسس إنه كنت حابب فيها، بإنه مشاركة المرأة والمرأة المصرية بالتربية العربية الأردن حكيت إنها معقولة، هي مش لهالدرجة يعني كوني شاهد على هذيك المرحلة، حضرت جزء جيد من المجتمعات التهضيرية لكثير من الفعاليات. يمكن إحنا الموضوع لازم نكبره أكثر، إحنا بنتكلم عن تنظيمات سياسية كاملة تم تجنيدها بشكل كامل في الأردن. والحراك النسوي اللي كان موجود عندنا بالخمسينات والستينات كان يعني جزء من هاي التنظيمات. فيعني احنا بنتكلم بمرحلة كانت التنظيمات غير موجودة أساساً. والعتب مش على التنظيمات يعني، العتب مش على الأحزاب. بالعكس يعني أنا بشوف إن الأحزاب كانت عم بتحاول لكن هي مجرفة بشكل كامل وملاحظة بشكل كثير يعني حزبي من المراكز الأمنية. فأنا بدي أذكر إنه كان في لاتحاد المرأة الأردني مشاركة فاعلة خصيصاً مثلاً بحملة الغاز.
اتحاد المرضى الاردني كان له مشاركه كثير كبيره. وبدي اذكر بس شيء بسيط هيك صار في عليه نقاش، كونه اصلا بمعهد التربيه العربي بحكي ما في تنظيمات، فكلنا كنا افراد يعني، عشان هيك كانت الحاله هيك هلاميه وشبكيه بشكل كثير كبير. صار في نقاش على موضوع كان بالهدفات اللي انحكى ضمن سياقنا انه ما نربح من نسوان او شيء زي هيك. كان في عزوجه علي بابا او شيء، جزء منها له مقصود كان في الملك راني ما نربح من نسوان كان ينحكى. فكان في نقاش على هاي النقطه خصيصا وتقريبا اختلط. لا وكان في نساء بالشارع، كان في صبايا، ما في لا للشباب ولا للصبايا تنظيمات، بس كان في افراد سواء شباب ولا صبايا. بس يعني انا شفت انه كنت حاده شوي بهي النقطه. ممكن ناخذ اخر سؤالين؟ اول شيء يعطيك العافيه، بس بدي احكي بخصوص النقطه تبعتي اللي حكيتوها تبعت النظام خرج هاي الاشياء متفقين. كنت صراحه عم تتطرقوا بس لمجتمع عمان فقط، حسيت انه ما شفتوا سيره المحافظات الثانيه اللي احنا كنا تقريبا بالمظاهرات والمظاهره خصوصي مظاهرات الرابع، ما حدا عم بيجيب سيره انه احنا عم نطلع على المظاهره عم يتم التحرش فينا، فاحنا عم نرجع على بيوتنا لانه احنا مش قادرين اصلا نوصل للمظاهره، فما عم بيكون إلنا هالتفاعل أو هالوجود. فإنه تحكوا إنه لا العنصر النسوي موجود جوا المظاهرات، فلا أنتوا بس عم تحكوا عن مجتمع عمان، محافظة ثانية أبداً ما كان فيه. إحنا ما بنقدر نوقف أصلاً جوا المظاهرة لأنه إحنا مش مرغوب فينا بالفضاء هذا. تاني سؤال عندي لشاكر، هلا أنت بس حكيت إنه الربات المنزل هل بس ياخذوا اجر اجتماعي ولا قصدك الاثنين سوا؟ لانه الاجر الاجتماعي هو مش ضمان للي احنا هلا بمجتمع عم بيحكوا انه بلا في اجر اجتماعي، بس انه شو ضمان المراه لبعد يعني. شكرا لك يعني. انا بدي احكي على المساحات العامه قد ايه مفتوحه اصلا للنساء، يعني بنفس القدر اللي مفتوحه للرجال للمشاركه. بس كمان في بحس يعني هيك بشكل عام مرات بيكون في خطاب شوي غير منصف للنشاط النسوي او الحركات النسويه، لا مرات بنطلع على زي كانه هو حركه واحده او مجتمع واحد، بينما هون عم نحكي عن السياق الاردني في كثير تفاوت بين منظمات اللي هي يمكن رسميه او شبه رسميه يعني بتمثل خطاب معين، في منظمات اكثر مستقله او تشتغل على المستوى القاعدي او بالمخيمات او تحمل قضايا وطنيه مثل ما ذكر يعني بعض الامثله. فيعني كمان في حاجه كمان نطلع على هيك قد ايه معقد المشهد بالنسبه للحراك النسوي. شكرا. مرحبا، سؤالي لشاكر حول قضيه جرش. في البدايه تفرقت انه في ثقافة دائماً ما يشارك إنه السبب هو الثقافة المجتمعية. هلأ هو الدلالة غير ما بيكون هنا في المجال إنه إحنا نحط تعريفات خصوصاً في التداول العام للمفاهيم، لكن مقصود بها ضمناً ومعروف يعني إنه هو مجموعة القيم والعادات والتقاليد اللي بتوجه سلوك الأفراد في مجتمع ما وبتكون موجهة لهذا المجتمع في كتير محطات يعني. ففكرة إنه واحد من الأسباب حتى يعني نبذنا لنظرية السبب الواحد والحديث عن التقاطعية ما نرجع أيضاً للوقوع في تفسير النظرية بالسبب الواحد اللي هي نقطة التكين الواقع الاقتصادي والواقع الاقتصادي كتير مهم للمرأة وللمرأة جزء من هذا المجتمع، لكن صعب نغفل وخاصة إنه موجودة في قضايا العنف بشكل واضح مش دائماً بيكون في دوافع اقتصادية أو دوافع اقتصادية بقدر ما إنه عنف يوجه ضد المرأة وثقافة جد منظومة القيم الموجودة في مجتمعاتنا بتساعد بطريقة ما يحصل هاي الأسباب. وفي كثير قضايا يعني قضايا عنف أسري هي لنساء من طبقات غير فقيرة يعني، فالإشي موجود بمعزل عن الواقع الاقتصادي. يعطيكم العافية، أنا يارا من الجامعة الأردنية، شكراً كثير على هذا اللقاء. بس عامة يعني بس حابة أسأل عن الخطاب اللي هو موجه للنساء،
يعني اللي هو ما بعرف بس انا بحسه هو خطاب انه راس مالي كثير وبفصل المراه عن قاعدتها الاقتصاديه اللي هو مثلا حتى الحكومه اصلا كثير تستعمله هو المراه والنساء بالاردن هم 50% من المجتمع فعشان هيك لازم هم كثير يكونوا فعالين بالحياه الاقتصاديه ويصير يشتغلوا بس هذا الخطاب احنا عم هلا عم نواجه يعني عم نواجه الاثار النيجاتيف تبعتها بخصوصا بالطبقه الوسطى اللي هي عم تتراجع يعني عم بتقل بسبب النساء اللي عم بيصيروا بروحوا على الشغل لانهم هم بروحوا على الشغل ومع قروض لانه مو بدهم ياخذوا سياره يعني عشان الكارير تحت مسمى الكارير تحت مسمى انه المراه لازم تروح تشتغل عشان تنمي اقتصاد الدوله عشان تنمي اقتصاد الـ يعني العائله عشان المجتمع وهذا بفصل هاي يعني صح معكم حق انه ما بصير نفصل المراه عن مجتمعها ولكن برضه ما بصير نفصلها عن فردانيتها بهذا الشكل خصوصا لانه هذا عم بس ما بعرف شو رايكم انتم لانه ممكن تفصل عني عن الفرد عنها كفرد بس شكرا طب هيك صعب ان احكي عن الجامعه لا تخيل بس سريعا ارزاق وحمزه خلص ارزاق وحمزه انا يعني حكيت انت عن سحب صوت الرجل وكانت ارزاق بتحكي عن موضوع العنف الاقتصادي العنف مش مضطر يكون شوفوا انا بصراحه حاولت ابعد عن الموضوع لما جبت سيرته عن موضوع شائك بده شرح كثير عن شو يعني عنف وكيف العنف بيشتغل وشو هاي المؤسسات كيف تتلقى وكيف تختلف من مكان لمكان هذا موضوع ثاني انا فاهم تمام موضوع سحب صوت الرجل بس مرات بخاف منه كتبرير مرات انا فاهمه تماما انا فاهم شو يعني انت تكون مهمل لا شيء في الحياه الشيء الوحيد في الحياه انه عندك ملكيه خاصه اسمها الماء وهذا شيء ذكوري تاريخي عمره 5000 سنه تمام اذا تكون ملكيتك بس هاي تخسرها يعني في احدى النسويات حكت شغله مهمه موضوع الاطفال وضرب الاطفال انه انا كيف بدي احب شخص طفل انا بقدرش اعرفه كيف ممكن احبه اصلا يعني في شيء كثير رومانسي عند يعني الطبقات الوسطى بس تحكي عن الرعايه وعن الامومه وعن الابناء في شيء رومانسي جدا رومانسي هي بتحكي عن حالها بس انا اتحدى اذا انه اذا انت امراه فقيره او رجل فقير وعايش في هذا القدر من الفقر ما يعني الموضوع مش اخلاقي انه كيف تضرب ما هو انت مش فاهم الليله عرفت كيف؟ واحنا بنعرف انه اللي جاي من بيئات مختلفه بيعرف تماما انه الفقر انه العنف مختلف من بيئه لبيئه مش معناته فيش عنف موجه ضد النساء في عنف موجه ضد النساء في كل مكان في عنف موجه ضد النساء في كل مجتمعات وفي كل مؤسسات باعتقادي تمام شكله هذا مختلف تعميمه دائما او مش دائما مرات بيكون تعميم لقضايا طبقات وسطى هو الصوت الاعلى هو الموجود انا مشكلتي في فكره العنف ضد النساء هو فقط هو العنف موجود تمام بس لما نحكيه هيك وبس اسمع اللي بحكيه مرات كثير بروح باتجاه قضايا اقرب ما تكون لطبقات وسطى من الفقراء عشان هيك انا لما نحكي عن العنف احنا لازم نحكي عن شو بنحكي بالضبط عرفتي منظومه القيم والسلوكيات وكذا نفس الشيء ما فيش شيء اسمه هذا بصراحه هذا مفهوم مش معرف شو يعني منظومه القيم والسلوكيات مش معرف كعام كمفهوم عام هو معرف في بيئته هو بني في بيئه معينه تمام يعني مثلا انا باعتقادي منظومه القيم والعادات والسلوكيات في منطقه زي الجفر مختلفه عن منطقه زي نزال مع انه ممكن يكونوا اثنين على نفس مستوى الاقتصاد ممكن انا ما بحكي هون عن الاقتصاد والفقر كعامل لحل كل مشاكل الدنيا بس في مجتمع في بنيه العشيره في قائمه مجتمع بدوي هو يختلف كليا عن مجتمع لاجئين مثلا فلسطينيين حرفيين تمام هذا مختلف شكل المنظومه كمان مختلف وان كان في منظومات عامه لكن في تفاصيل وفي اختلاف في المنظومات وفي القيم والسلوكيات فتعميمها كمان في مشكله انا اعتقادي تحديدا لما ندرس المجتمعيه احنا مش عم نطلع نحكي يعني هيك بس انه خطاب سياسي صح احنا عم نحكي بقضيه محدده اذا نحكي عن العنف نحكي بالضبط كيف شكله كيف مظهر مثل ما كان انا اسف سريعا ليش المنادين بالجندر اللي مش مهتمين فيهم هم المهمين انا باعتقادي
مش عارف مين اللي سأل هذا السؤال. هم المهيمنين، هو الخطاب المهيمن الخطاب للمدين بالجندر، عشان هيك هم مهمين، ولا أنا عندي أي مشكلة شخصية معهم، مشكلتي معهم مشكلة سياسية. آخر شيء موضوع الأجر الاجتماعي، ممكن تفهمتيني غلط أو أنا ما قدرتش أوصل فكرتي. الأجر الاجتماعي اللي بقصده أنا هو مفهوم ماركس، هو فكرة إنه مش ضمان اجتماعي، هو إنه الطبيب هو نتاج مجتمع ونتاج عائلة ونتاج كذا. في الاقتصاد الرأسمالي والليبرالي ما بنشاف هذا. لما يجي الأجر، لما يجي نحسبه بنشاف كتكلفة، كتكلفة عمل من ساعة فلانية ساعة فلانية، لا بنشاف كل التاريخ الطبيب الاجتماعي اللي خلاه طبيب واللي بعيد إنتاجه كطبيب، هذا ما بنشافه في المرة الرأسمالية. أنا باعتقادي إحنا اليوم لازم نوسع أطراف اتجاه مطالبنا، مش بس نحكي إنه بدنا بدل من 10 دقائق بالساعة بدنا 12 دقائق بالساعة. يعني وهذا في مطالبات في العالم، قالوا لا احنا بدنا اجر اجتماعي، احنا بدنا اجر اجتماعي يحسب بالضبط كلفة الست اللي قاعده في البيت عم بتعيد انتاج قوة عمل العامل، بتعيد انتاج ام وابوه كيف ربوه كيف لعبوه، هذا كمان هذا كلياته بيستفيد منه صاحب الشركة. على فكرة النسويات في الستينات والسبعينات ما حكوا للدولة انت مسؤولة، فبالتالي انه اعادة قوة انتاج العمل بسببي انا كامرأة مش الدولة تدفع، لا صاحب رأس المال هو اللي يدفع، هذا كان مطلبهم. طبعا اليوم المطالبات في مطالبات ممكن قليل تحكي عن الدولة. انا باعتقادي الشيء المنطقي اكثر هو صاحب راس المال، الدولة ما بتشتغل راس المال، راس المال هو بيستفيد من هاي من عادة انتاج هاي القوة، هو بيدفع ثمنها. في شيء كثير مهم المرأة، يعني حكيتي استاذي على موضوع المرأة، يعني في شيء له علاقة بانه تشتغل تتمكن تاخذ سيارة وكذا، هذا بيجينا على العمل المنزلي. في العمل المنزلي وخروج المرأة وتمكينها دائما بنتسلى كثير شغلات، يعني بنحكي عن موضوع خروج المرأة من، أنا باعتقادي خروج المرأة من البيت للعمل في سلبيات في إيجابيات، مش معطى بحد ذاته، مش شيء إيجابي بحد ذاته. من الأشياء الإيجابية فيه هو إمكانية التنظيم. لما أنت تكون تشتغل على سبيل المثال في شركة، أنت ممكن تنظم حالك مع العاملين في الشركة. إذا أنت معزول في 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 بيت إمكانية التنظيم أصعب. فأنا مع الخروج للعمل من إحدى الأسباب لعملية التنظيم يكون أفضل. بس احنا بننسى في موضوع خروج النساء وانه يصير في عندهم كارير ومش عارف شو، في بلادنا تحديدا نضل ننسى شغله واحده، انه مرات بيكون التمكين على حساب نساء ثانيات. انه انا اذا عندي مصاري كامراه بقدر اجيب عامله او خادم في المنزل اعطيها مصاري تربي اولادي وتحرم هي من تربيه ابنائها، انا بطلع بتمكن. هذا ما بنشاف بالسوق، ما بنشاف اني انا اتمكن من خلال اضطهادي لنساء اخريات. لما كتبت مش عارفه هلا اذا راح الاقي مش اسمه هلا المهم بظن مهم كثير انه لما نحكي عن مين، يعني قصه اهل القضيه هاي كثير مهمه، انه مين عم نحكي عن مين ولايش. لازم هون الفرق بيننا مثلا وبين الاطار التنموي والاطار اللي صار مثلا في او ايش مثلا في اوروبا بال 68 لما الطلاب طلعوا والعمال طلعوا، هم اللي حكوا، يعني نفس الناس كانوا عم بيحكوا، ما حدا كان عم بيحكي عنهم، مش حدا ثاني طلع عنهم وحكى عنهم انه بدي 1 2 3. وبعدين مثلا يعني وهون احنا ما عندنا، يعني هلا مثلا لما نيجي نروح على المخيمات او نروح على المحافظات نروح نجيب وحده او تنتين انه هم يحكوا لنا عن المخيمات والمحافظات، ونجيبهم باطار معين نحكوا فيه يعني طبقي جدا، اصلا هي جاي بطريقه يعني المفروض تحكي بطريقه معينه، مش هي عم تحكي مثلا مش هي المسؤوله ولا هي اللي احنا شايفينها هي اللي عارفه بالضبط هي، فكل الاطار فيه مشاكل. وهون يعني الشيء الاساسي لازم انه لا، وهي انا بظن ان احنا بحاجه لها، انه يصيروا نفس الناس اللي هم اللي هم اهل القضيه هم لازم يقودوا بالتغيير، ما حدا. واذا انا مثلا بدي اساعدهم ما عم بحكي ما بصير مساعده، وهذا احنا شايفينه مثلا القضيه الفلسطينيه في كثير ناس بيساعدوا مش فلسطينيين ومش موجودين، بس ما بيجوا بنظروا وبصير يحكوا لهم انتم لازم تعملوا 1 2 3 اللي هو سوليدارتي، بيحكوا له ايش بدكم، مش انتم شو اسمه، احكي لي ايش بقدر اعمل وانا ما بشتغل عندك، مش انا يعني في فرق كبير بطريقه العمل.
هلا كعمر انا ما عم بحكي انه ما في قضايا نسائيه، فهمت غلط، مش هذا اللي انا كنت عم بحكي. انا بحكي انه في قضايا نسائيه، بس كمان القضايا الاقتصاديه هي القضيه الاساسيه، هي القضايا الاقتصاديه، وهي قضايا مجدره. يعني نرجع نفس يعني وهاي المشكلة الخطابية، المشكلة الخطابية اللي بيحكي اللي بخلي حدا زي جورج بوش وباربرا بوش يحكوا إنه إحنا رايحين نحرر نساء أفغانستان لما نرمي عليهم قنابل. أنت ما بتحرر حدا لما أنت تقتله. يعني وهذا ما بتقدر تحكيه أصلاً إلا إذا أنت فصلت قضية المرأة كأنه المرأة يعني هي مشكلتها مع الرجل الأفغاني. فنفس الشيء بالاقتصاد، قضية الفقر وإفقار الناس هي قضية صح شعبية، بس هي قضية كمان جندرية بامتياز. يعني عشان يتم إفقار الناس بطرق مختلفة، يتم إفقار، يعني احنا هذا احنا مش يعني لما نشوف مثلا كيف تم إفقار مجتمعات بجنوب آسيا مثلا، مجتمعات كثير كانت مثلا ما كانت عندهم مشاكل ثانية، بس ما كانتش عندهم مشاكل هرمية بالعلاقات بين الذكور والإناث. دخل ناس زي نايكي وغيرهم وغيراتهم دخلوا عليهم وصار يحكوا انت ست معناها شغلك انه نعطيه انه هالقد، انت رجل فشغلك هالقد، انت مثلا من اصول صينيه معناها انت اذكى من حدا من اصول هنديه، او وبصيروا يعملوا هيك، بصير هذا طبعا فرق تسد وزبط. فكمان يعني بس العامل الاقتصادي هو العامل الاساسي وهو القضيه الشعبيه. يعني ما يحكوا شو اسمه، بس لازم نشوفه ك بمنظور الجندر. وكرامر انا بظن انه كثير مهم نشوف مصطفى انه القروض، في قروض منيحه او ما في قروض منيحه. مش هذا هو السؤال، السؤال هو انه انا لازم يكون عندي منظومه، لازم يكون عندي طريقه بالحياه انه انا بقدر اعيش حتى وانا فقير. يعني مش معقول انه يعني وهاي بنحكي فيه انه في دول انا سواء عشت بدوله فقيره بعيله فقيره او عيله غنيه، مثلا مدرسه زي نفس انا ابن الملك بروح نفس مدرسه ابن الشهير، هذا قليل جدا، بس الدول الاسكندنافيه جزء اقرب لهذا النظام اللي شو اسمه. بس انه بالاخير مش معناه انه انا معيش مصاري ما بقدر اروح على المستشفى، ما بقدر اروح على التعليم، ما بقدر شو. يعني هذا اللي لازم نوصل له. عشان هيك القروض ما القروض مشكلة، كل قصة يعني هاي بدها محاضرة لحالها، بس كل قصة الانتربرينورشيب وانه معناها انه انت الحق عليك وانت الحق عليك، وانت لو انت كنت شو اسمه كنت تقدر تدبري حالك، بس انت شو كانه انت الحق عليك، هو مش انت جلد. لو ايش مكان لو زبطتي لو هذا الشيء مش رح تقدري تطلعي من الفقر اللي فيه. عشان الفقر عم نحكي عن منع، عم نحكي عن بنيوي. خالد بجوز انا متاسف بجوز فهمتوني غلط، انا ما حكيت، انا بالعكس انا حكيت انه في نساء وفي كان نساء محافظات كان. يعني انا اذا بدنا نحكي مثلا عن كرك معلمات عمال مياومي، احنا بنحكي عن عمال مياومي كانوا في محافظات مش بس في عمان. بنحكي بالمره الرابعه بالذات لما جبتي الصور لا هذا في تهميش. لا 2018 قصدي؟ لا 2018 كان برضه بس شوفي اربد كيف كان، اربد كان معبي النساء. لا كان في فصل تام بين النساء والرجال، والنساء اللي بتحاول تدخل على فضاء المظاهره كان يتم التحرش فيها وبيحكوا لها ارجعي ورا وورا وورا. احنا بنجرب احنا شايفين، فاحنا يعني ما بنحب انه خلص تنسب انه كان في مشاركه نسويه بالمظاهرات وكذا، وينسوا انه احنا عانينا عشان يكون بينهم. أنا بس أنا باعتقادي أن أولاً بدنا نشوف مثلاً الحرب الإسلامية كانت نزل نساء، وفي يعني خلينا نحكي خارج إطار العمل النقابي اللي بتحكي عنه سارة، خلينا نحكي ليش اسمه الحراك السياسي، الحرب الإسلامية كانت نزل نساء، نساء الحرب الإسلامية بس شوي عفوا، بس الثاني أنا باعتقادي أنه ما بصير هون ممكن أنا أكون غلطان، في مخيلتنا دائماً شكل وكاركتر بالانس،
ودائما يحسب في احياز نسويه واحياز مش نسويه. فمثلا الاخوان المسلمين في مصر، نساء الاخوان المسلمين الاخوات المسلمات بعد الانقلاب اللي صار في مصر دفعوا ثمن كبير، اتصلوا في السجون وتحملوا مسؤوليه العائلات، هم اللي كانوا يشتغلوا، هم كانوا محاكمين. هذا لا يعتبر في بعض عند بعض النسويات لا يعتبر عمل نسوي. انا اعتقادي هذا عمل نسوي بامتياز، لكن مش مؤطر ما بنشاف، لانه النسوية اجت في مكان ثاني مش هيك شكلها النسوية، تمام؟ وممكن النسوية بتتعارض مع اشياء ثانيه لها علاقه بالدين وكذا. انا باعتقادي هذا كلام ايديولوجي، هذا كلام ايديولوجي ابعد ما يكون عن العلم. بنشوف كثير مرات حتى في الحكي عن ايران، نساء ايران في اللي صار من فتره في صوره انتشرت على تويتر، نساء ايران قبل عام 1979 ونساء ايران بعد الثوره. المشكله انه هذا كمان هذا ادلجه، هذا ادلجه ليه؟ لانه مش صحيح انه نساء ايران قبل 1979 ما كانوش محجبات، مش صحيح. معظم نساء القوميات في ايران كانوا محجبات، الثوره الايرانيه ما جابتش الحجاب لعندهم، كان معظم النساء في ايران محجبات. هذا اول. ثانيا انا عندي رفض مطلق لفكره ان تصير قانون تجبر فيه النساء على لبس حجاب او خلع حجاب، تمام؟ انا باعتقادي الخطا الكبير اللي وقع في الثوره الايرانيه هو سن هذا القانون، هي اجبرت، لكن في المحصله اجبرت نساء المدن، بس الاجبار بشكل عام انا ضده. بس كيف بنحكى؟ بنحكى انه هي اجبرت كل النساء، هذا مش صحيح، معظم النساء كانوا محجبات فيها. وما بنشاف العمل النسوي الرهيب بعد الثوره، عن موضوع تنظيم النسل، عن موضوع العمل في الزراعه، الايرانيات منعوا من العمل في الزراعه، كان عندهم مشاكل في تنظيم النسل، نزلوا على الشوارع واخذوه من رجال الدين، حقهم هذا الحكي. هذا ما بنشوف، النسويات العرب والنسويات الغربيات الليبراليات ما بتشوفوا، هي بتعتبرهم بس محجبات وانتهى. انا كنت عم بحكي اول شيء على 2011 2012، لا كان في نساء، فمش عم بحكي انه ما كانش في نساء، كان في نساء وفي افراد، كافراد وكان في اشياء في تنظيمات، صح صحيح، وفي محلات اكثر المحلات، يعني مثلا الحواره كانت اكثر من قفيله، مثلا قفيله ما كانش تقريبا، يعني في حسب المكان شو اسمه، فمش هلا انا كتبت ورقه بحثيه عن نفس هذا كثير مفصلة اكثر، بتطلع هلا يعني كمان من يوم فيها بحث من اتحاد المرأة كان موجود، الرفعية النساء العربيات كانوا موجودين، يعني في ناس كانوا موجودين، بس المشكله مش هاي، المشكله انه ما صار في ربط بالخطاب، وهذا المهم. يعني كمان مرة هي مش مهم إنه نحكي مثلاً الحق على هاي الثقة، يعني الخطاب الأخير الخطاب كتير 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 مهم، عشان هو بيخلق حقائق على أرض الواقع، وهو بقدر يحكي عن الواقع اللي أنا عايشة فيه أو ما بيحكي عنه. فهو أنا بظن المهم كتير إنه نضل نركز على الخطاب، يعني حتى في إذا بدنا نعمل شيء جديد. هلا انا شاكر عم فكر، قلنا كثير وحكينا كثير عن قصه العنف والعنف ضد المراه والعنف الاقتصادي. هلا في من الحكى وقت قضيه جرش وقضيه فاطمه انه وهذا يعني احصائيا صحيح، واحنا كمان حكينا كثير بردو قال انه العنف ما في عنف ضد المراه داخل المنزل اي طبقة من الطبقات موجود، يعني الضرب اللي احنا نفكر فيه لما نحكي احنا عم مبني على نوع اجتماعي اللي موجود في كل الطبقات. بس بنفس الوقت احنا بنعرف اذا زادت القمع الاقتصادي هذا العنف بزيد، بس احنا احصائيا مش عارفين نشوف هذا، وانا عندي اسئله عن الموضوع كثيره، مش تخصصي العنف المبني على النوع الاجتماعي، فانا دخلت عليك يعني مثلا قضيه جرش صرت اقراه مش قادر افهم كيف هذا الحكي مش موجود. هلا بقدر افهم انه كان في منظومه طبقيه عنصريه بتحكي انه الرجل الاسود والرجل هو مثلا قمعي اكثر بضرب مرته اكثر، اللي هو بالضبط اللي كانوا يجوا ضده، او مثلا الرجل العامل بحبش اولاده قد شو اسمه بيجي بضرب مرته، وهذا الحكي طبعا مش صحيح، يعني في كثير حب وحنان وهذا الحكي يعني هذا مش صحيح، بس بنفس الوقت بالستاتستكس اللي احنا عم نشوفها عالميا، عشان كمان كان يعني قضيه فاطمه تزامنت مع اليوم العالمي او الاسبوع العالمي ضد
عنف ضد المرأة، فكان كل يعني على البي بي سي وعلى كل شو اسمه على سي ان ان بيجي يقول لك بيقول لكم من هاي الشغلات انه مش قادرين نشوف العنف الاقتصادي. طب العنف الاقتصادي مستحيل ما يكونش له اثر انه داخل المنزل، فهذا لسه يعني انا صراحه عشان مش تخصصي مش كثير قادر بس اشوف بس شيء يعني بظن الواحد لازم يشوفه اكثر يعني. وبظن جزء من الاشكاليه هنا هو التعريف العنف فقط بالنسبه للذكر على المراه بدون العنف البنيوي، فهذا يعني انا نفسي عندي علامات سؤال كثيره فيها. هلا بالنسبه للواقع الاقتصادي، هلا السؤال اللي هو انه المهم انه نحكي عن منظور الشخصي مهم شو اسمه، هذا 100% مهم يعني. في جزء من اذا بنحكي عن انواع من انواع القمع انه ما وهذا كان التركيز عليه باول فتره، انه انا كامرأة ما بستش اكون فرد، انا لازم بس بنشاف كام بس كام. مثلا الحركات الضريبيه كانت تحكي انه مثلا الأم فلسطين هي أرض اغتصبت، الأم الفلسطينية بس ما بشوفها أنا كمواطن مثلاً. أوكي هذا 100% مهم، بس يعني التنين مهمين يعني، وكتير مهم نضلنا نحكي عن التنين. ومثلاً وبتفرق أنت محلك مثلاً بحياتك. مثلاً أنا لما كنت بالجامعة كنت أفكر حالي مثلاً أكثر كفرد. هلا لو بتحكيني مثلا وين بدك عايش معظم مصاري هلا مثلا، او ايش اهم من المشاكل، معظمها مشاكل دخلها باولادي. هلا لو كل الاشياء اللي انا بفكر فيها بفكر كأم اكثر من كفرد مثلا في مواقع معينه، بجوز بعدين بترد او مواضيع تختلف لما يصير عندي احفاد يعني، فهاي الاشياء بتختلف. بس ما نسال ليش يعني، نسال ليش دائما المرأة انه بتفكر يعني انا اسف بس ما بعرف ليش المرأة دائما هي بتفكر ككل، بس مش بس انه نحن بس كمان الاب نفس الشيء يعني. بظن انه في يعني في اشياء مثلا يعني لو تتفرج عليها في كمان، بس يعني مش شرط يكون هذا قامع يعني، مش شرط انه يكون يعني كمان. وهون كمان في مثلا ناس زي سعاد جوزيف وناس ثانيين حكوا عن اهميه انه الواحد هلا كل ما انت كنت ممكنه اقتصاديا اكثر الكل اللي حواليك ممكنين اقتصاديا اكثر، فانت مش بتقدري. انا عارفه مثلا انه انا قادره مثلا اكون هون عشان في ست من بنغلاديش عند اولادي هلا يعني، هذا موجود. فانا مش عم بفكر يعني، فهي مثلا يعني هي التضحيه اللي لازم تعملها كثير اكثر من اللي انا التضحيه اللي انا عم بعملها هلا مثلا، عرفت كيف؟ ومش انه هلا بظن انه الاشياء مهمين كثير، بس مش المهم انه نشوفهم التنين. عشان كان في ويف، كان في يعني فتره انه كان كل التمكين بتشاف بس كتمكين فردي وبس، بس ما بتقدر تشوفي هيك يعني. يعني في الاشياء الناس بتشافوا مع بعض، بس الاشياء مهمين بس يعني بعد بس يعني مهم. يعني هيك هذا اللي انا كتبته، فبعرفش اذا نسيت شيء. بس شكرا كثير.